لكن مش مشكلة نخليه فيه. السلام عليكم عليكم السلام اخوي العزيز، هاني خويا سفيان، مزيان كل شيء بخير. الحمد لله اخوي، الله يحفظك. مرحبا بك. هاني الله الله يحفظك يحفظك. خويا سفيان، الله يسهل عليك. كدير مع الوقت؟ والله الحمد لله مزيان اخوي. واش انت هنا ولا لهيه؟ انا خويا في كندا. كندا. اش انا من راه بدا بلاصتك؟ عندنا الثلج، وايلي والله الا بدا الثلج يا خويا. الله يخليها سلعة اخويا، ديك الجو عندكم كفس دابا سير. ما غتشوفش شي حاجة عادية تدوز، عام عادي تولي تشوف الشمس. لا ماشي كاع عام، تقريبا داك العام تعطل شي شويه الثلج، ما بدا حتى ديسمبر، اليوم بدا هذا العام شي شويه بكري، اخوي احسن ولكن عواد راه كندا. شهر شهر 3 كاع، يعني ماكسيموم شهر 4 كيتحبس. اش من بلاصه في كندا؟ سكالجري البرتا؟ البرت. او قول لي انت حدا فانكوفر. لا بعيد عن فانكوفر شويه، انت بعيد شوف نصيبك اخويا. المقاطعات في كندا كاين عندكم طياره، 4 المقاطعات ياك؟ كاين كتار، كاين نيو برونزويك، ساسكيتشوان، اونتاريو، البرتا، فانكوفر، عاد كاين هذيك نيو فاوندلاند، عاد كاين نيو برونزويك، كاين شي ولكن سبعه تقريبا ولا ثمانيه بريتش كولومبيا هي احسن ولاية، احسن مقاطعة. حاليا. البرتا هي احسن مقاطعه، عرفتي علاش بريتش ما فيهاش الثلج بزاف بحال عندكم؟ فيها واحد الطبيعة عرفتي كي داير، الخيال العلمي، وكيضرب لونجلي. تا البرتا فيها صراحه طبيعه زوينه، ولكن وزيد لا واحد هو بعد الحاجة، وما فيهاش أه. حتى العرب بزاف. تا البرتا ما فيهاش العرب بزاف، شي دابا اللي فيه العرب بزاف هو كيبيك، تمشي لكيبيك خلي عايش في كازا، تبقى غادي في ويا الطوبيس وكتسمع خاص محمد، او سلام خصوصا عليكم، تدخل الطلبة، القهوه عمرو غير الطلبة. تدخل القهوه ما تبقى تسمع السلام عليكم السلام عليكم، القهوه وي تتلقاها بلان بالمغاربه، اما البرتا ولا الحوايج بحال هكا تتلقاها باقي شويه فيها الامان. دابا ولات كاين الهجره في كندا اللي زعما داخليه، ولاو الناس كيهاجروا من اونتاريو وفانكوفر وكيجيو لالبرتا، لانه فيها المعيشه رخيصه، فيها لي زوبورتينيتي ديال الخدمه، فيها بزاف ديال الحوايج. فهمت. وانت كي جيتي كي جيتي لكندا خويا انا جيت عقد عام في الاول مع ماكدونالد، كيفاش؟ جيت مع ماكدونالد عقد عام، ماكدونالدز جابتك؟ اياه. او كي درتي والله ليه؟ العظيم شحال دابا انت جيت هنا معه في كندا؟ عامين واش كنتي كتخدم في شي ماكدونالدز في المغرب؟ في المغرب، كنت خدام في ماكدونالد في مراكش تقريبا، خدمت معاهم من 2011 حتى 2014، وكي داروا جابوك؟ دفعت، كان واحد البيرو لاح واحد لانونس ودفعت معاهم، دوز لونتروتيان، جيت معاهم بشي 16 دولار في الساعة وجيت، خدمت معاهم وهما تقريبا تكلفوك عام. بكل شيء، لا الطيارة ديالي انا اللي خلصتها، ولكن ما عمرني شي واحد جا عن طريق كان ماكدونالد، حيتاش ماكدونالد كيخدموا فيهم الطلبه وكيخدموا، يعني لا سي انا فهمتي. جيت سوبرفايزر عن طريق ماكدونالد، يعني الناس اللي هما خدامين مثلا في ماكدونالد يقدروا يجيو، ولا يقدروا يلقاو عقد عام. واللي بغى يخدم مثلا في ماكدونالد يمشي يخدم في المغرب ويدفع عن طريقهم ويجي. عايز تكون عنده ليكسبيريونس، ولكن دابا ولاو كيطلبوا التيست تاع اللغه الفرنسيه، لحقاش كاين واحد البرنامج سميتو موبيليتي فرانكوفون، واو. وكاين عايز فرص اخرين موبيليتي بحال مثلا البرجر كينج ودوك الاخرين؟ سي سي شوف فاست فود كامل مطلوب، ولكن خاصك تكون ديجا عندك دوزون ديال ليكسبيريونس سوبرفايزر ولا مانجر، يعني ما تكونش ايكيبي ولا كيسيي ولا شحال ممكن يخصك في المغرب؟ المغرب 3500 درهم راك عارف، شحال من ساعة كتخدم؟ 40 8 44 سوايع لا ياك. 44 في المغرب كتوصل حتى 44، ولكن هنايا كتخدم 40 ساعة 8 سوايع في النهار ويومين ديال الروبو، اوكي خلصوك مزيان، يعني كل شيء مزيان. هنا زعما في كندا كتخدم 16 فاش يلاه بجيت، السالير ديال 16 دولار راك عارف غتطلع بالشهر بواحد 2200 ولا 2300، كتعيش بخير، ما تحاول ما تعملش زعما انك راك غتسيفي المهم الفلوس، كتدخل على خصوصا الاقل اكثر من 2 المليون في الشهر. لا بعدا شوف الفلوس غادي تعيش بخير، غتشري طوموبيلتك، جبت المدام ديالي ديك الساعه يعني قبل انا جيت بوحدي، من بعد جبتها هي التحاق، تجي عقد عمل مفتوح، ابخي عام درت لا ريزيدونس بيرمانونت، هذا هو الافونتاج ديال البرتا على كيبيك. دابا انت عندك هذيك كارت سيجور، لا انا عندي ريزيدونس بيرمانونت، خديتها على وكيفاش عام و4 تقدر شهور، تاخذ الجنسية في كندا؟ بقات لي عامين، حيت نورمالمون عندك 3 سنين باش تاخذ الجنسيه، ولكن ولكن اي مده كي درتي حولتي عقد عمل لكارت سيجور؟ كتدفع الإقامة الدائمة، إلا خدمتي عام كتولي كتحسب كنيديان اكسبيرينس كلاس، ملي كتحسب كنيديان مثلا هنا في البرتا إلا عندك أكثر من 300 نقطة وأنت كتحدث باللغة الفرنسية كتقدر البرتا تنوميني، كتعطيك واحد النومينيشن، وهذيك النومينيشن كتزيدك 600 نقطة، وهذيك واو 600 نقطة إلا دخلت عندك في البروفايل ديال الانتري اكسبريس كتهز يعني اوتوماتيكمون، وكيعطوك لا ريزيدونس بيرمانون. المهم طيب برافو الناس عليك. اللي هما كيهضروا بالفرنسية عندهم شانس كبير
انا مؤخرا وليت كنشوف، اسمح لي نبلوكي واحد اختنا فرعتنا راسنا بهذا الكومنتير. اه قول لي، وليت كنشوف مؤخرا كندا وليت كتجيب المهاجرين. دابا بالضبط بالموبيليتي فرانكوفون، هادشي اللي بغي نقول لك، يعني معتمدين على الناس اللي هما كيهضروا بالفرنسيه والانجليزيه. عندك مثلا المغاربه، لي زالجيريان، لي تونيزيان، الناس اللي فرنسا بلجيكا يعني اللي اللغه الام ديالهم الفرنسيه معتمدين عليهم، لحقاش نورمالمون في كندا هي بيلانغ، كتسمع اونجلي فرنسي ياك، ولكن راه كيبيك بوحده اللي كيهضروا فرنسي، ما باقي كلشي اونجلي. دابا انتوما كتهضروا فرونسي ولا لونجلي؟ لا لونجلي، كلشي اونجلي، ولكن شنو هو لوبجيكتيف ديال كندا؟ وما بغاتش تخلي الفرنسيه فقط في كيبيك، بغات الناس تولي فرنسيه يعني في كندا كلها. ولاو دابا تيديروا لي زومبلويور، يعني الناس اللي بغاو يجيبوا الخدامه على برا، تيقولوا لهم الا لقيتوا شي واحد مثلا ماكدونالد بغيتوا تجيبوه من المغرب، او لا المهم يكون عنده شهاده ديال تي سي اف ديال اللغه الفرنسيه، كنخفضوا لكم لي شارج وكنجيبوه في 3 شهور. واو، هاد الشهادة كيفاش كتاخدها في المغرب ديال اللغة؟ تتمشي للانستيتيو فرونسي وكدوز تي سي اف كندا شحال كتخلص فيه؟ 2800 درهم. وماشي بزاف، يعني إلا كانت غير 2800 درهم غادي تونتي لا شونس أنني نجي لكندا نخلص 100,000 ريال، حتى 5,000 درهم. هو شوف، هو نورمالمون الواحد اللي عنده اوبجيكتيف بصح كما قلت راه ما صعيبش. انا الاول راني دوزت الامتحان 3 ديال المرات في المغرب، دوزت المره الاولى وجبت فيها ادو، ادو اللي هي صريح مشلل في الفرنسيه، فهمتي؟ مشيت درت البريباراسيون عاوتاني دوزت المره الثانيه جبت فيه بي ان، مشيت عاوتاني درت البريباراسيون دوزت المره الثالثه جبت فيه سي ان، يعني غير الامتحان راه خدا ليا اكثر من 10,000 درهم، وهذيك 10,000 درهم راك عارف في حيت المغرب انت كنت 3,000 شويه راه يعني، ولكن يعني خدمتي شويه، تعلمتي شي شويه ديال الكومونيكاسيون، مشيتي دوزتي الامتحان. سي مشيت بريباريت مع بروف زعما راسي تنتسلف، وباقي العقل كنت نخلصو شويه بشويه، كل مره تنعطيه 200 درهم 300 400 حتى كمل جامعه. واو، ودابا السؤال اللي بغيت اللي الناس دابا بغاو يعرفوا، كيفاش دابا بنادم يلقى خدامي بحال هكا في فاست فود يعني انا ماكدونالدز؟ شوف حاليا انا ملي خديت لا ريزيدونس ما بغيتش نقول فين خدام، انا خدام في الهجره، مي بلا ما نقول السميه تاع حتى شي حاجه باش تبقى. ما بقيتيش خدام دابا في ماكدونالدز؟ لا شديت لا ريزيدونس صافي علق جبت. واو، يعني دابا خدام في كيفاش زعما وشي ما خدام في دوك البيرويات ديال اللي كيعاونوا المهاجرين؟ خدام في مكتب ديال الهجره، انا ما بغيتش نقول حتى شي سميه باش ما نتسماش راني كندير صافي. اه الاشاره بلاش بلا ما حافظ على تقول. اللايف ديالك، لا 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 ماشي ولكن مشكلة، لا المهم كاين انا نصائح دابا. فوالا اللي بغيت نقول للدراري، ان اي واحد تيجي يقول لكم في كندا غنبيع لي كونطرا دو ترافاي راه غيدي لكم فلوسكم، كاين لي فخي اللي ممكن تخلص هما لي فخي ديال لابليكاسيون ديال الورك بيرمي، اما الكونطرا راه سي غراتوي. ولا ما عندك الشروط، مثلا بين الشروط اللي خاصهم يكونوا عندك تي سي اف، الا جا شي واحد مثلا ويقول لك لا راه ماشي ضروري راه غيدي لك فلوسك. العقود ديال الفلاحه راه وليت كنشوف مؤخرا، كندخل فيسبوك كنلقى اجي تخدم في كندا الفلاحه الفلاحه الفلاحه، راه ممنوعه للمغاربه، كاينين 7 ديال الدول اللي مسموح لهم انهم يجيو يخدموا في الفلاحه، من بينهم المكسيك البرازيل استراليا، المهم المغرب ماشي منهم، يعني اي واحد يمشي يعطي فلوسه على قبل كونطرا ديال الفلاحه راه يسلم عليها، فهمتي؟ ما يعولش. يعني ولاو نصابه بزاف هادشي ديال لا كندا. لا بزاف، المغرب كله نقول لك صراحه، انا تنشوف لي بيرو لي اغري 4 ديال البيروات لي اغري في المغرب، لما باقي راه غير يا داروا اما الفلوس في هذا تيتسمصر، الصيب هذا. يا اما كيتسمصر في عباد الله يا اما كينصب على الناس. انا كنت شفت واحد خونا في اليوتيوب داير الاقامه الدائمه في كندا ب 5,000 درهم. واو، ولاو كيخرجوا لينا طاي طاي. انا ودابا طلعت دابا سميتك زهير ياك؟ ايوب. ايوب. دابا اخي ايوب، دابا نسولك واحد السؤال صريح اه ويبار، يعني دابا انت ما غتبيع لهمش المعلومه. لا انا تنقول لك الساره، تنقول لك يعني بكل صدق. لا لا بغيت نسولك، حيت دابا غتلقى واحد شويه الناس غيداروا لك سكرين شوت سي سي غيقولوا لك، ما غتبيع لهمش معلومه لا جاو لعندك، بس نبيعش المعلومه تاع اختي يعني غيجي يسولك اخويا بكل صدق ندير هذيك ندير هذيك، كتقول له ها كيفاش غدير. على الراس. كاين واحد السيد كان جا هضر معايا شحال هادي في الانستغرام، وابخي هو يقول لي راني انا فاش كنتي في المغرب كان هو اللي كرا ليك لا فواتور انا غير باغ هازار. اه سميتو امين واقيلا، هما اللي ايام كريتي هذاك السيد، وكنا جبدناك غير باغ هازار، قال لي راه الله يعمر هدار، وقلت له راه نتبعو واش عجبوني لي رايف ديالو. والله يحفظك. وي وي صاحبي الله العظيم، درويش يا اه الله يعمر تواصلتي هذا. معاه؟ هو تواصلتي انا معاه؟ باقي حتى والله الا غير امتى شي 3 ايام هادي، وانا نصيفط له في السكايب حنت شفتو غبر، وانا نقول له واش شريف وفينك لا لا فين درويش غبرتي، درويش امين، عاود فهمتي؟ لي واحد قدرتي كيفاش. والله الا شوف بالعكس كان تنحاول. يا انا تمام. دابا تنعطي دابا نصيحة انه الواحد اه نعطيك مثال، دابا شي واحد دابا راه اغلبيه اللي كيتفرجوا فيه عندهم الباك قاريين، عندهم واحد شويه الباكاج في الفرنسي، كاين اللي مشيت اه في الفرنسي، عند كاين اللي عندهم على لونجلي. دابا واه كانسان كيتفرج في اللايف مازال ما دار حتى شي خطوه،
باش تبدا له اول حاجه شنو يدير من غدا مثلا شنو يدير؟ اللي الناس اللي عندهم الاكسبيريونس في لا كويزين في الفاست فود ماناجر الحلاقه الباربرز البيكري الباتيسري يمشيو يقراو لا لونغ، راه اللي غادي يقول لكم غادي تجيو لكندا بدون لغه راه كيكذب عليكم. يعني هذه اللي كنقول لهم ديما سير وخدم لونجلي خدم فرونسي، يعني لا الواحد يمشي بالنسبه غير يتعلم شويه البيسكس ماشي يهضر. الله يعطيك الخير، هو بالنسبه للونجلي انا فاش دوزت لونتروتيان اقسم بالله ما كانت النيفو ديالي في لونجلي شي حاجه زعما اللي كنت عادي، يعني تنسمع السؤال وتنجاوب على قدو ما تنزيد ما تنقص، ولكن الفرنسي كنت ركزت عليه لانه داك التسائف هو اهم حاجه دابا باش تقدر تجي. الا تمام عندك فهمتك. لون اخوان بلوينر تبقاو تحطوا الاسئله، راني كنحاول ناخذ الاسئله اللي مهمين باش يعني باش الاخ محمد حتى يبقى المشغل يجاوب. اخويا، المشغل اخويا سفيان ما عندوش المشكل انك تكون ما كتهضرش بالانجلي، ولكن هو الا جابك عن طريق الموبيليتي فرانكوفون غيخلص عليك 250 دولار، يعني ما يخلصش بزاف، وغادي يجيبك في 3 شهور ما غيبقاش يتسناك عام ونص ولا عامين. وبالنسبه للباك والدبلومات ما تيهمش. الا عندك شوف الا عندك الاكسبيريونس 2 ans مديكلاري في لا سي ان اس اس وعندك لي بولتان دو باي اوكي، الناس اللي ما عندهمش لا سي ان اس اس نصيحه لله بقاو تشدوا السالير نهار واحد سيروا حطوه في لا بنك نهار واحد، باش ملي تخرجوا الغولفي بونك غيبان واحد السالير راه نتوما كتحطوه، ملي واو كتشدوا سيرتيفيكات سالير من عند لومبلويور تيكون مقارن، اما الا جبتي غير سيرتيفيكات دو ترافاي راه كتبان. هذه معلومات شداد، فوالا هادو كاينين برافو الا عليك. كنتي اوكي كتجيب غير سيرتيفيكات دو ترافاي راه اي واحد يقدر يجيب سيرتيفيكات دو ترافاي، راه انا الاول نهبط المغرب نجي فيها 4 سنين واخا ما عمرني شفت هذاك الطول. واو. وبالنسبه يعني كيف قلتي اول حاجه يعني اللي عنده اكسبيريونس، اللي ما عندوش الاكسبيريونس دابا شنو يدير؟ يمشي يدير الاكسبيريونس وبحال مثلا يمشي يدخل يخدم في شي خدمه ديال الماكلات الحلاقه يمشي ميكانيك. مثلا الحلاقه عاوتاني ما عندهمش مشاكل لا سي ان اس اس ما عندوش الغولفي بونكير، يمشي يدير في غرفه الصناعه والتجاره كيعطيهم واحد البطاقه مهنه حلاق كيخلص عليها 70 درهم يمشي يدير، هذيك هي الدليل من غير الدبلوم، هذيك هي الدليل بانك انت فريمون عندك هذيك الاكسبيريونس. حيت الا تمام جبتي مثلا سيرتيفيكا دو ترافاي يقدر لومبلويور يقبلك مي راه لومباساد غاترفيدك. اوكي فهمتك. وبالنسبه وضروري اللغه تي سي اف بعدا هذاك خصك تجيب بي 2 اوبليغاتوار، الا جبتي مثلا بي 1 هذيك سيتي نوت اليميناتوار، يعني ما يمكنش تدوز. اوكي. وبالنسبه مثلا اللاج ما كاينش مشكل ما والله بين الا شوف 16 حتى ل 40 عام اسمع ما كاينش مشكل. سيمانه هادي تابروف واحد السيد تنعرفو كنت غادي معاه عنده 42 عام شاف اكزيكوتيف في المغرب، مي خاص غير يعرفوا الدراري انكم داكشي اللي عندكم في المغرب ديك الاكسبيريونس كامله كتمشي في الزيرو، يعني الا كنتي شاف كويزيني راك تقدر تجي تبدا كوك تبدا كويزيني عادي اوكي ما ماشي ما مشكل، واحد تعطاش غير كوكلي. يجي يا غير يجي. فوالا خصوصا دابا مثلا الحلاقه سيروا اخوتي تعلموا اللغه تعلموا الفرنسيه دوزوا التسعيف ديالكم وديروا بطاقه ديال المهنه وراه يسر لكم الله تعالى. والله برافو. حتى لي بلون بي الالكتريسيتي كاع دوكا ما هاد لي بلومبي والالكتريسيتي ما تيكونوش فيهم عقود العمل بزاف، حيت تحسبوا النوكسي الحرف اوكي. هادو عندهم برامج بوحدهم ما تيكونوش شويه كيقول لي معقدين. كندا اي واحد تيخدم في المغرب شي خدمه وكيتقنها يدفع، يعني تيبان لي شوف عنده اللغه والله خير تيجي، غير هو دابا الناس اللي تيخلعهم دابا مثلا شحال واحد تيتواصل معايا تنقول له سير دير التسائف تيقول لي كلف في لونجلي، تنقول له ملي التسائف دياولي بثلاثه بيناتهم 6 شهور، الا كنت بغيتي شي حاجه ما تبقاش تعطي الاعذار، رانا الاول كنت مكلخ في الفرنسيه ولكن جبت السي ام 17 على 20 تقاتلت عليها كيف ما عندكش الفلوس، والله ما كانوا عندي الفلوس اوكي. تنتسلف. وبالنسبه مثلا دابا الانسان اللي عنده هذه الشروط ولا مثلا غيدير هذه الشروط فين يمشي يدفع؟ كاينين دي بيرو اللي تيتكلفوا بهذا الشيء هذا اذا اللي كان شي كيحطوا واحد بغى العقود يدير البيرو ويتكلف براسه، يعني يمشي للويب سايت ولا مثلا عادي، يقدر يمشي مثلا يدخل للسيت ديال ماكدونالد مثلا اللي عنده الاكسبيريونس ديال ماكدونالد يدخل الموقع الرسمي ديالهم ويدير دي كونتاكت از غيلقى الجيمايل ديالهم ويصيفط لهم السي في ديالو، غير السي في والجيمايل ولا الايميل اللي غتكتب يكون بروفيسيونيل، راه مثلا شحال واحد كيصيفط ليا ايميل تكتب ليا فيه السلام خويا انا نعذرك ماشي مشكل، ولكن واش غتصيفط الامبلويور بحال هكاك راه لا ما يعني خاص غيعرفكش. يكون بالسي في عن طريق كندا السي في كنديان الدراري كيبقاو يحمقوا راسهم، اهم حاجه في السي في كنديان ما ديرش التصويره ديالك واللي وصدق كيتقن تبارك الله الاكسبيريونس. الفرونسي الانجلي كيكون عنده لا شونس. بيان سور اللي عنده شي نيفو زعما وكتب شي، حيت الايميل هو اللي كيخلي لومبلويور واش يعيط لك ولا ما يعيط لكش، تماما كيحل الايميل كيقرا
لقى الايميل يعني زر واتيغا تيقول لهم عيطوا على السيد يدير معك لونتروتيان، كان الايميل ديالك داكشي فيه مهركش راه ما غيتسوق لكش كاع. فريمون وحاولوا مثلا الدراري اللي غيصيفطوا لي زيميل اللي عايشين في المغرب يديروا منشن يعني في الايميل انهم راه ايليميا اكزامت، باش لومبلويور كيعرف بانك انت ممكن تجي عن طريق الموبيليتي فرانكوفون وكتاخذ ليه 3 شهور. الا ما قلتيهاش ليه كيبقى هو داير في باله الايليمايا اللي كتاخذ عام ونص ما تيتسوق لكش. اوكي اوكي يعني فهمت قولوا في الايميل باللي راكم ايليمايا اكزامت. فهمت. هذه كاين وكاين دابا شي كاين شي نظام ولا شي بلان دابا غديروا كندا مستقبلا اللي غيقدر يسهل على المهاجرين ولا لا؟ كيناقشوا واحد شي برامج ولكن زعما ما كايناش حتى شي حاجه دابا اللي كاين هو الموبيليتي فرانكوفون هي اللي شنو في نظرك المستقبل دابا ديال كندا؟ شنو غيبغيو يعولوا على اللغة هي الأولى؟ بعد الحراش عندهم النقص فيهم. مي كما قلت لك داروا هذا العائق ديال الفرنسيه حيت بغاو الناس اللي كيهضروا الفرنسي يجيو للمناطق ديال لونجلي. حنت دابا في ليميغراسيون ديال العمل كاينين جوج، كاين الاليمايا وكاين الموبيليتي فرانكوفون. تماما الاليمايا كتاخذ عام ونص والامبلويور كيخلص فيها تقريبا 1500 دولار، يعني ما كاينش شي مشغل غيبغي يتسناك عام ونص. الموبيليتي فرانكوفون كيخلص عليك 250 وكتجي هو بعد لوتوريزاسيون في 48 ساعه. الاليمايا تيخصو تتقول ليه الدوله حط هذاك الجوب اوفر ديالك في المواقع الرسميه ديالنا ويتسنى 6 شهور وما يدفع له حتى شي واحد، والا كاع دفع له شي واحد ما يكونش زعما فيه الشروط عاده باش تعطيك الرخصه تجيب واحد من على برا. او واو فهمتك الموبيليتي فرانكوفون الناس اللي تهضروا الفرنسيه كتقول لك 48 ساعه عنده تسعيف كتعطيك لوتوريزاسيون كتدفع له الفيزا 3 شهور ها هو عندك. يعني انت كمشغل ما غاديش تبغي دير الاليمايا وغادي تبغي دير الموبيليتي فرانكوفون. اوكي فهمتك دابا فهمتك. ونتمنى شوف خوتي العزاز راه كنحاول ما امكن يعني نقول لكم يعني نوطي وعقلوا على هادشي هذا. راه كاين الناس اللي كاين الناس اللي كيكونوا كيسجلوا اللايف لانه لايف زبون فما عرفتش واش غيحطوه في اليوتيوب. غنحاول ما امكن نسيفي ما عرفتش واش غنسيفي ولا كان شي مرات كنسى. اهم حاجه اخويا سفيان هو ما تبقاش شي واحد يكذب عليكم ويقول لهم شريوا الكونترا، الكونترا ما كتباعش، الا كانوا شي في غتخلصوهم غتخلصوا الابليكيشن ديال الورك بيرمي ديالكم، يعني داك المحامي ولا داك الكونسلتنت كتخلص له الابليكيشن وهذوك الفلوس ما كتخلصهمش له من الاول حتى كتسيني الكونترا ديالك ويقبلك المشغل ويعطيك الاجريمنت، يعني كيعطيك واحد الورقه فيها لوتوريزاسيون ديال داك الكونسلتنت يكون فيها الرقم ديالو بانه هو راه مرخص له يدير هذاك العمل وتمشيو تسولوا على راسكم. واللي بغى يعرف مثلا شي بيرو واش مزيان كندا دايره واحد الويب سايت سميتو غتكتبو في جوجل فايند ماي كونسلتنت، اوكي فاين ماي كونسلتنت الا كتبتيها غادي تطلب لهذاك البيرو يعطيك الار سي اي سي نمبر ديالو يعني الرقم ديال الرخصه ديالو غتكتبو. الا طلع لك اكتيف توكل على الله، ما طلع لكش هرب يعني ما تعلق راه كينصب عليك. فهمت هادي والله ذكرت شي لعيبات جداد واعرين والله برافو عليك اخويا ايوب. وكما تنقول لك المغرب اخوتي راه كاين اربعه ديال اللي بيرو لي اكري، لما باقي راكم غير تضيعوا بلا بلا ما نديروا لا اشاره نجبدوا سميتو اه هذيك الشيء. المهم اربعه اللي باش ما يبقاوش الناس يقولوا راه كاين كذا كذا كذا. الله يحفظك. شكرا اخويا ايوب على شكرا انت اخويا سفيان. ولا جاوك شي ميساجات صبر معاهم والله شوف راه ديما راه كاينين دراري اللي تيتواصلوا معايا فنقول لك لا اله الا الله، ولكن تتشوف تتعيوك تقول انا راني بديت من هذيك المرحله تماما يعني خاصك تصبر ضروري. تماما برافو عليك والله. اي واحد سؤال الله يحفظك اخويا ثاني معك اخي ايوب كيسولوا بزاف على ديك الرافعات الشوكيه ودوك كيخدموا في الوير هاوس تيكونوا بعض المرات مي ما تيكونوش موبيليتي فرانكوفون، كيكونوا ايلي مايا، والايلي مايا راه ما كيطلبوش فيها التست الفرنسي ما كيطلبوا لونجلي، حتى هما خاص تكون عندهم ليكسبيريونس. اوكي صافي. كاين واحد السيت ما حدك مازال ما ساليش سميتو جورني كيبيك، هذا كتنظمو الدوله جورني غراتوي اوكي كل شيء فيه فابور، يعني ما كتخلص حتى شي درهم كيجيو حتى للمغرب. مي باش يكونوا مستعدين ليه بقاو دخلوا للموقع ديال جورني كيبيك بوان سي ا وديروا التيست تاع الفرنسيه لانه تيكون بين الشروط اللي مطلوب تما. شكرا بزاف خويا ايوب الله يحفظك يخليك يا اخويا لبيز سفيان والله تحياتي لك الله وشكرا يسهل ان عليك شاء الله. الله يعزك اخويا ايوب الله يحفظك. طب الرجوله والله اللي دريت تبارك الله عطاكم شي نصائح. هادو هما النصائح اللي كتجلس معاه في البيرو كيقول لك جبد اخويا الزرقاء خلصني مزيان عاد نقول لك راس الخير. تبارك الله علي دريري بارطاجا معكم كل شيء. نتمنى تكونوا سمعتي ليه مزيان داك الشيء. قلت لكم قبيله تبقاو تجلسوا في اللايف حيت راه كيطلعوا شي وحدين بحال كره تبارك الله اليوم عندهم يتقال ما بغيتوش يفوتكم. انا راه شي مرات كنسى ما كنخليش اللايفات عندي في الانستغرام. نتمنى يكون شي واحد سجلو يحطو في اليوتيوب باش هكا يتبارطاجا. فانا غنحاول نطلع شي واحد هو حاولوا ما امكن تقول تجلسوا في اللايفات. انا ماشي زعما تنقول جلس راه كندخل الفلوس والو باش ما يفوتكش شي حاجه بحالكم. هو عطاكم ركعتات زوينه. انا ما عمرني سمعت ان ماكدونالدز في المغرب غيجيب كل هنايا وكوات. الا كنتي كتعرف شي واحد في ماكدونالدز صيفط له هذا اللايف هذا ولا شي حاجه.
نطلعوا معنا شي واحد اخر عاوتاني، نشوفوا شكون اللي معانا. كاين شي واحد في الغربه اللي بغى يطلع ويشارك معنا التجربه ديالو، خصوصا اللي كان جديد طلع اخويا عزيز. نشوفوا شي واحد بغى يعاون الشباب المستقبلي. اخويا هادو اللي جاو من مراكش شنو عندهم؟ ما فهمتش. باش تدخل سيف خويا دوك، طلع اختارني اكسبتيتك، سميتها حياة. ما عندكش كونيكسيون، نطلع شي واحد اخر. المهم اللي عنده كونيكسيون مزيان يكتب لي كومنتير، راه كنحاول ما امكن نطلع من لي غاست، واخا كاينين بزاف ولكن ما عندهمش كونيكسيون. محمدي ايوب، ما عندكش كونيكسيون اخويا عزيز. دولنا للشاحنات الصغار 26 فور واعرين، هذاك بيزنس واعر. انت شديد، هذا اللي سولني السؤال هذا، قلنا دوي على الشاحنات الصغار. انت شديد. السلام عليكم. سلام حنان. والحاج حنان، واش سميتك حنان انت ندرا ولا ما عرف؟ ما فهمتش انا، بنادم صيفط ريكويست وقال اسمه ما. نشوف شكون اخر بغا يطلع معانا. شكون البنات ما عندهمش كونيكسيون بزاف. طلع يا خاولة، البنات راهو كل المعاناة معاهم، ما عندهمش كونيكسيون. كيسالوا كيفاش قضية اوبر اخويا هنا في امريكا، بغيت نبداها. زوينة اوبر اخويا، ولكن خاص يكون عندك عام تجربة ديال عام في البيرمي، خاص يكون عندك في البيرمي عام. وكل ولاية وكيفاش، كاين شي ولايات كيقول لك خاصك دوز واحد التاست تقرا عليه اونلاين، صافي تكون عندك شي طنوبيلة ما فيهاش 10 سنين، وعندك 4 البيبان و3 بكراسة اللور، وسير ابليي ودير تاست انسبكشن وتبدا تخدم تاكسي. تخدم تاكسي ضرب بريكولات واخا ولا والله يسهل عليكم والله يحفظ. والبنات عرفتي، اكسبتيت شي 5 دابا ديال 5، الا ما طلعتش صافي غادي نهز يدي من البنات. ليك اصاحبي ما عندهمش اصاحبي الواي فاي، ما عندهمش كونيكسيون في مره صاحبي، واش مازال مكونيكتي شي تليفونات قدام ولا ما نعرف. والامنيه ديالي غير طلع شي وحده باينه بوجهها بحالك، غير نشوف نجي نشوف الجنس اللاطيف والو. هي ما طلعتش، مشات ما عرفتش واش كيديروها بالعاني البنات، ولا ما حاملين شي بارطاجي، ولا كيجلسوا معايا في اللايف غابه شي سيدو الدراري اللي جاوا بالقرعه جداد. ما عرفتش والله ما عرفت. نولي ناكسبتي، ما عارفه ما غتطلعش، غير نشوف شي وحده اخرى. هي ما طلعتش عاوتاني. شوف شكون اخر بغا يطلع معانا. تا اخويا طلع بريدج، اخويا عطانا الطرق باش ندوي مع القولي يطرق هرونا الفتيات هنا. الو، الو السلام عليكم، كتسمعني اخويا عزيز؟ وعليكم السلام، كنسمعك. كي داير خويا اخويا سفيان؟ انت يا اما كندا يا اما امريكا، امريكان، اشمن بلاصه في امريكا؟ نورث كارولاينا. وريني امريكا مش ترجم اخويا. وريكم امريكان مش ترجم. انا عارف امريكا، انا بغينا نشوفوا الطبيعه، واش عندكم الطبيعه احسن ديالنا ولا لا؟ زوينه. شو الخارج باش كيعجبك؟ الشعر، الشعر شجر حمر زرق صفر خضر، ما تسخاش تدخل للدار كاع، نجيبو شي دوائر احنا كاع معاكم. صافي شفنا اخويا من الشر مرك في ميريكان. صافي انا عندي شي معلومات حيت ان شاء الله جيت واستفدت منهم انايا، وما كرهتش نبارطاجيهم مع الدراري، بالخصوص اللي كيقلبوا على طوموبيل فاش يلاه كيحطوا رجليهم في هاد البلاد. انا عارف موضوع الطوموبيل بعد الخطرات كيكون حساس واحد شويه، ولكن الى الواحد مستعد انه يقدر ياخذ طوموبيله من الاوكشن، احسن حاجه يقدر يديرها هي هاد اللعيبه.
يعني طنوبيلة غادي يدخل غادي تزايد عليها، وهنا كاين فيه كيكونوا القوالب، يعني كيكون في حاله فحال اي ديلر كيبيع ويشري في طنوبيلات في هذه البلاد، ويقدر حتى هو يدخل ويتزايد على راسه وعلى حسب الطنوبيله اللي كتعجبه. كيف ما انت غادي تكون عارف هنا في هذه البلاد لا ماجوريتي ديال الثمن اللي تيحدد السعر ديال الطنوبيل وهو المايلج. الطنوبيله تمام. الا كانت ضاربه بزاف الكيلومتراج، الطنوبيله الا كانت ضاربه بزاف ما كتبقاش تجيب والو. علاش؟ حيتاش الطنوبيله كتولي ديما طايحه لبنادم اون بان، والثمن ديال الميكانيسيان غالي بزاف، ديكو هنا الواحد كيبعد منها. دونك في هاد البلاد حيتاش ماشي في حال المغرب، المغرب كنستعملوا المازوت بزاف، يعني الحديد ديال الالمان هو اللي مسلك في المغرب. بار كونتر هنايا لا بلوبار ولا ماجوريتي ديال الحديد كيكون اسونس، سو كي في احسن طنوبيلات اللي هنا كيكونوا هما الطنوبيلات اليابانيه جابونيه، سو كي في راس ديال السوق تويوتا هوندا، وكتم غادي وكتبدا تقلب على ماركات اخرين. ديما تويوتا وهوندا هما الواعرين. دونك في هذه القضيه ديال اللي جيت نهار جيت انايا لقيت السوق غالي بزاف في الطوموبيلات، كانت لا كريز ما كانوش الطوموبيلات موجودين. شحال دابا انت باش عندك تقريبا؟ دابا انا في نورث كارولاينا هنا علينا عام، وفي ميريكان توتال؟ في امريكان توتال نقدر نقول لك واحد 10 سنين. تبارك حيتاش الله. فين كنتي ساكن في الأول؟ كنت في الاول كنسكن في نيويورك تما فين كبرت وكل شيء، ولكن من بعد لقاتني المسيرة ديال الحياة، هبط للمغرب عاوتاني دوزت وقت طويل في المغرب عاد واش رجعت الميريكان. انت تولدتي في امريكا ولا في المغرب؟ لا 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 لا، زيت في المغرب، زيت في كازا. أنا جيتي عند تجمع عائلي؟ جيت في الأخر درت تجمع عائلي وطلعت. اوكي. في الأول فاش كنت أنا في الميريكان كانوا عندي شي كيفاش مشاكل في الحوارات. تسمح لي قطع الناس يقولك يلا جا الميريكان نور 10 سنين في امريكا؟ لان هذه المعلومات هذو ما غتعرفهمش انت جديد، ضروري خاصك تكون تحكيتي شويه مع الديلرز والطانوبيلات باش تفهم. انا شحال هذيك تخدمت في واحد ديلرشيب، ماشي بزاف، هذيك تخرجت منها في ابريل، خدمت في واحد ديلرشيب و عرفت القوالب مزيان ديال الطوموبيلات، فهمتي؟ الثمن اللي كتمشي كتشوفه انت في ديلرشيب، الا دخلتي شفتي طوموبيله، احنا ندويو على لا مواندر دي شوز، غتشوف طوموبيله دايره واحد 10 المليون تيق بيه. هذيك الطوموبيله كناخذها انايا من عند مولاها فاش كيجي يبغي يبيعها، كناخذها من عنده بجوج ونص، تضربوا فهمتي؟ بنادم تاع السما. لا ماشي تنضربوا بنادم تاع السما، هذا هو الثمن ديال السوق. ولكن ما تنساش عاوتاني، انت ذكرتي واحد النقطة زوينة، انه الانسان فاش يجي في الاول يشوف الطوموبيلات ديال الجابون، بحال قلتي هيونداي تويورا، كاين بزاف. ولكن ما تنساش انه خاصهم يعرفوا واحد الحاجة، راه كاين الكلين تايرل وكاين سالفج، ولا هي كاين سالفج، هذيك يس. سالفج راه ما غاديش تقبل لك في اوبر، ما غاديش تقبل لك في واحد البلاتفورمز اللي تقدر تخدمها من غير الا كنتي غير باش تسيركيلي بيها الخدمه. هذه باش حتى الانسان يعرف شنو هو سالفج. سالفج هي ديجا كانت في اكسيدون، يعني مشى لها التايتل القديم وعطاوها واحد اخر. اوكي اذا سمحتي لي. سو سالفجد كار كي قال لكم السي سفيان، عندك صح، سالفجد كار ما تقدرش تخدم بها في اوبر الا كنتي باغي تهز الباسنجرز. بار كونتر تقدر تخدم بها في اوبر ايتس، تقدر تخدم بها في دورداش، تقدر دير امازون فليكس، تقدر دير شحال من حاجه. تماما. دابا لو سالفج كيفاش؟ احنا كنقولوا طوموبيل اكسيدونتي، ماشي ديما كتكون اكسيدونتي، غير هو الطوموبيل كيكون فيها ان ديغا اللي هذاك لو ديغا بالنسبه للاسيرونس في عوض ما تعوضك نتايا في طوموبيلتك بهذاك الثمن تتقام عليها اغلى من لو فات ديال انها تقدر غير تاخذ من عندك انت الطوموبيل. سو كي في انت فوق تشري الى لاسيرونس شريت من عندك الطوموبيل ما خلاتهاش لك، اوتوماتيكمون كتاوكشنها، كتلح في المزايده، كيقدر هنا يتبدل لها التايرو ديالها. يا كتمشي سالفج، امتى كتسالفج الطوموبيل؟ الا كان مضروب لها الشاسي ديالها ولا الفريم. فهمتيني؟ الفريم خصو يكون مشى، خصو يكون تقاس، ماشي تمشى، خصو يكون عاد تقاس. اوكي تمام. انا نقدر نوريكم طوموبيل واخد انا من الاوكشن. وماشي غير الفريم، ولا لك الفاليو ديال المصاوبه نفس طوموبيل، يعني صافي. حيت يقولك الا كانت فايته 50% كيعطيوك الثمن ديالها، يمكن لاش يصلحوها لك في اغلب الولايات. بحال دابا في الولايه هنايا الا كانت فايته 50% يعني درت شي اكسيدون، الطوموبيل يساوي 10 المليون وما غيصاوبوك 8 المليون، كيعطيوك الثمن ديال الطوموبيل وكيهنيو راسهم. اكزاكتلي exactly. ولكن ما غاداش تسالفاج في هذه الحاله، على حيتاش حساب، على حساب. يس يس، حيتاش السالفاج، حيتاش انا في نهار خديت الطوموبيل كان كيتصحاب لي غتكون عندي سالفاج، حتى وصلني تايرو هذه
شي شهر في حالك وصلني التايرو حليت قلبت باك تايرو كلين فهمتيني انا تشوكيت من هاد الناحيه دابا في المزايده ديال الطوموبيلات حتى هي في القوالب كل دومين غتدخل ليه في هذه البلاد كل دومين فيه عد ماليه كي كنقولوا حنا كاين اللي كيخدم غير في الاكشن كاين هذاك هو طرف الخبز ديالو ذكي خصوصا وحنا كنا كن... اه حنا كنا كناخذ الطوموبيلات كنا كندفعوهم للاكشن العراق والفلسطينيين وكاع دوك العرب كاملين هما اللي حاكمين هادشي ديال الاكشنز. يس عندك صح في اللعيبه هادي. حنا كنا كنشريو الطوموبيل حنا كنا كنشريو الطوموبيلات كونتيتي كبيره وما يمكنش لك تبيعها الا لبعتيها في الاوكشن فهمتي اذروايز خصك تحطها في اللوت كتلقى شركه شاريه في نهار واحد كتلقاها يو نو اترافير الميريكان كامله كتلقاها شاريه 10000 طوموبيل في النهار سو كيف باش تموفي ديك ال 10000 راه ما يمكنش الا حطيتيها في لوت وبقيتي كتسناها تماما يعني انت كتشري من عند بنادم ديسباتشي داكشي كترونسبورتيه كتصيفطو للاوكشن وفي الاوكشن داكشي كيتباع شكون اللي كياخذو حيت الاوكشن ما عندكش الحق تزايد على داكشي الا لكتي ديلر. دابا هنا فين كاينين القوالب اللي قلت لك انا نقدر نفيد بزاف ديال ولكن الناس كاينين بزاف ديال الاوكشنز اللي تقدر تزايد على اي واحد يقدر يتزايد كاين الاوكشنز ديال ستيتس الاوكشنز ديال الجوفرمنت كاين الاوكشنز العاديين اللي كتسجل معاهم واحد الممبرشيب ما عرفتش كيفاش في ولايتكم ولكن كتخلص عليه واحد الفيز مره في العام. دابا هذاك الفي باش تخلصوا عليه كاينين جوج الانواع ديال الفي كاين الاوكشن اللي كتكون بوبليك كاين الاوكشن اللي كتكون ديال الديلرز على حسب اثمن اوكشن غادي تدخل ليها احسن حاجه تدخل ليها هي الاوكشن ديال الديلر ماشي ديال البوبليك حيت ولكن البوبليك الديلر خاصك واحد سميتو ما عرفتش واش ديلر لايسنس رخصه من الولايه لانه لفت ما كانسان عادي بحالي انا ماشي ما عنديش رخصه ديلر ما نقدرش نفوت 5 طوموبيلات في العام. ولكن انت باغي تدبر على الطوموبيل باش تسكر لا كنهضر لك الا بغيتي تقلبها بيزنس. لا انا كندوي دابا انا حاليا كنصيفط الميساج ديالي للناس اللي باغيين يدبروا على طوموبيل بثمن رمزي حيت اش كاين اللي كيتم فحال دابا هنا غادي تتفق معايا انت في هذه اللعيبه شي الا جاي شي واحد شي مغربي ولا مغربيه ولا منين ما جاي شي واحد الا جاي من متروبوليس جاي لشي مدينه كبيره بحال نيويورك شيكاغو ما غيحتاجش طوموبيل الا درتي طوموبيله في نيويورك راه عندك شي مشكل. بار كونتر اون فوا تخرج من متروبوليس شي غير هنا في نورث كارو الا ما عندكش طوموبيل راه بحال قلتي رجليك مقطوعين فكيف خصك في الاول فريمون دوز من واحد شويه ديال العرقلات والتعرقلات باش يالله فهمتيني كي الحياه تولي مقاده واحد شويه ولا خصك تولي كتكري حدا ليلين ديال الطوبيس ولا شي حاجه وشحال ما كريتي في واحد البلاصه اللي كيكون عليها الطلب على وديت الترونسبور شحال ما تيكون الكرا طالع تمام شحال ما مشي شحال ما مشي شي الوسائل اللي تقلب على كل شيء شحال ما تمن فيهم طالع يا داكشي علاش في الكانتري ديما تيكون الكرا رخيص. الكرا رخيص في الكانتري فهمتي الا خرجتي عام من المدينه واحد شوي تخرج من المدينه واحد وشحال من واحد كيمشي بالفكره ديال لا راه خصني نخرج بواحد ساعه لا روب ولا ساعه المكانه نو نا نس ساعه 10 مينيت تخرج على المدينه الكرا كيمشي من 1000 كيهبط ل 500 600 تبارك الله. وانت كتخدم في هذا الشيء هذه الخدمه ديالك فول تايم كتشري وتبيع في الطوموبيلات شحال هادي كنت انا ماشي كنت كنبيع ونشري في طوموبيل انا خدام مع شركه اللي كانوا كيبيعوا ويشريوا في طوموبيلات شنو ولكن دابا حاليا لا دابا حاليا كنت خدمت انا في بيبسي من مورا ديك الخدمه ويلا كي مؤخرا خرجت من الخدمه دابا تنقلب على خدمه واحده اخرى دابا ان شاء الله باغي ندخل لواحد الدومين ديال لي بانو سولير ديال الديور بانو بحال اش زعما شنو تيديروا يديروا الانستالاسيون ديال لي بانو سولير للدار تبدلوا لك الجريد ديال كتمشي من كونسوماسيون الكتريسيتي بحال الطاقه الشمسيه وداك الشيء. الطاقه الشمسيه اوكي مزيان. وشنو الحرفه ديالك مثلا الحرفه ديالك يعني اللي كتفهم فيه مزيان؟ الحرفه ديالي انا قبل ما نخرج من المغرب كنت استاذ جامعي ويلي كنت استاذ جامعي كتقري في الجامعه كنت كنقري في الجامعه كنت كنقري في الجامعه البريطانيه اللي كاينه في كازا وقريت حتى في الجامعه الامريكيه اللي كاينه في كازا. تبارك الله. وشنو كنتي كتقري؟ كنت كنقري ماركتينغ كومبورتمون كونسوماتور كنت كنقري بزنس انجلش ريسيرش ميثودز. تبارك الله. وكنتي كتقريهم بلونجلي ولا بالفرنسي ولا لا بلونجلي كنت كنقري ما شاء الله صاحبي هذا الشيء كامل صاحبي وما ديروش يس دابا المشكل وهو انك اللي مشيتي تجي لهاد البلاد حنا ما غاديش نعمموا ونقولوا ان حق الامريكان ماشي فحال كندا ولا شي حاجه يو نيد كنيديان اكسبيرينس اوكي الامريكان كتقدر تزهق في هاد اللعيبه
ولكن صعيب بزاف انك تقدر تجي وتلقى خدمه في نفس الدومين ديالك وتعاود تبرونشا في نفس الستاتيو اللي كنتي خليتي في المغرب، بلا ما تعاود تقرب، بلا ما تعاود تمرمد، بلا ما تعاود فهمتيني تعاود تبدا كل شيء ازير. واو انا اسمح لي قاطعتك مصطفى سميتك ياك، حمزه، حمزه تحياتي اخويا حمزه. بالنسبه ربي شحال يخليك. كان الفلاش ديالك فاش كنتي كتقري تبارك الله في الجامعه في المغرب؟ 26 واو ما شاء الله صاحبي. وشغل يخليك شنو كنسميو يعني المستوى الدراسي دبلومات. ديالك في المغرب؟ عندي MBA ماستر في بزنس ادمنستريشن درتها في البروجكت مانجمنت، وعندي BA باشلر في الانترناشونال ماركتينغ. وما باغيش تكمل القراية هنا ولا تاخذ شي حاجة؟ في الامريكان زعما يا اوكي، كاينين هنايا عاوتاني جوج ديال الطرق اللي يقدر يديرها الواحد الى جا الامريكان. فكيف الى جيتي الامريكان ديجا عندك ان ماستر، هنا خصك تبدا تخمم واش بغيتي تبينيتري الدومين بروفيسيونيل. يعني الا بغيتي تبينيتري لو دومين بروفيسيونيل بان ماستر اللي ديجا جاي به جاي من المغرب وتعطاتك ايكيفالونس عليه، خصك ضروري دير سيرتيفيكاسيون. يا يعني غادي ليكيفالونس تمشي الى ليكيفالونس اختي ليكيفالونس وتعطاتك ايكيفالونس ديال الماستر، خاصك ضروري تاخذ واحد لي سيرتيفيكاسيون زايدين. بحال قلتي غادي تاخذ PMP بروجكت مانجمنت بروفيشنال، تاخذ لين سيكس سيجما، تاخذ دي سيرتيفيكاسيون اللي تيجعلوك تقوم بدوك الاوبريشنز اللي كديرهم في الخدمه يكونوا مضبوطين بواحد المعايير ديال الايزو ولا ديال شي حوايج فهمتي، ديال الخدمه متقونه لواحد الدرجه ديال فهمتيني، بحال اللي تيجعلها تكون بروفيسيونيل. بحال الشكل ديال الا كان عند شي سوبر مارشي كان عندهم البيض والحليب والفرماج ومشات تقطع الضوء اوتوماتيكمون خصهم يخرجوا داكشي كله يلوحوه. علاش؟ حيت خصهم يتبعوا واحد المعايير لي ستريكت كاينين في البيزنس ديالهم. الا جيتي الامريكان ودرتي دكتوره PhD غنصح بها الواحد الا لا بغى يتبع المنهج الدراسي الاكاديمي. PhD ما عندنا ما دير لك من غير الا كنتي باغي تعاود دير استاذ جامعي. واو دابا انت ما باغيش دير استاذ جامعي هنايا؟ I love being a teacher. I love being a lecturer. واو فهمتي؟ It was my passion. ما ولكن درتهاش. غديرها ان شاء الله، يعني كتفكر في انك ان تقدر شاء الله القدام. ان شاء الله من هنا القدام ياس. بالنسبة لي انا شحال هذه تفرجت في واحد الفيلم قال لك those that can't do teach. و كاينه those that can't teach teach gym. كاينه تيقول لك المثال، تيقول لك اللي ما تيعرفش يدير تيقري، واللي ما تيعرفش يقري تيدير استاذ ديال الرياضه. كاين المهم يكون استاذ. المهم لا دابا بالنسبه لي انا لا درتي استاذ غادي تدخل وغادي انا البيداغوجي ديالي ما عمرها كانت غير نبقى نعطي البنادم مقرر ونبقى نقرا عليه داكشي اللي يقدر يقراه في مقرر فهمتي. ولكن انا بالنسبه لي باغي نعاود انتغري المارشي بروفيسيونيل، باغي ندخل فهمتيني، باغي نتعلم، باغي يعني بروغريسي موتيفي، كتحس براسك موتيفي باغي تعلم بزاف الحوايج. اوف كورس باغي بروغريسي في لا كارير بروفيسيونيل. تمام. باغي اسمح لي غنقاطعك، اسمي قلت لي زهير ياك؟ حمزه. حمزه اسمح لي حمزه، عندي بعض الاسئله الى قدرت الى ممكن مرحبا نسال. مرحبا. شوف انا الانسان اللي كيطلع في اللايف وكيبقى يهضر على شي لعيبه تنقدر نقول لخونا هذا عنده ما يقول كنخليه يهضر، وانت كذلك يعني تبارك الله فاش بديتي كدوي خليتك لانك بقيتي كتقيس شي حوايج اللي ما كنهضروش فيهم في اللايف. فالسؤال ديالي مرحبا. اخي حمزه هو كاستاذ جامعي في المغرب كيفاش قدرتي تخلي كاع دوك السنوات الدراسه وديك الخدمه اللي واعره وقررتي تجي لهنا وتبدا من ازيرو؟ علاش زعما بالضبط؟ بمجرد حاجة واحدة وفهمتيني كون معايا صريح، كون معايا أو صريح. بطبيعة الحال غنكون معك صريح. أنا شوف كي كان صارح كل شيء فهمتيني. What you see is what you get. علاش خليت أستاذ جامعي في المغرب؟ حيتاش ما كيناش شي حاجة مسوقة في المغرب. أنا كان ديما عندي فكرة واحدة، نجي الميريكان غندير باسبور في جيبي، ديك الساعة غنهبط المغرب بشد وستو. طرات شي لعيبة كتقصد بيه ديال الطيارة كطلع في حالك. يعني دابا حتى ودي استاذ الصراحة جامعي هي في المغرب ما عندوش مثلا ديك الخلصه ولا داك الشيء اللي كيستاهل. أستاذ جامعي في المغرب كنت كناخد 300 درهم الساعة. ما غنافق ما واو غنافق شحال الشهر كتجيك؟ 300 درهم الساعة. كاين الشهر اللي كنت كتدخل فيه 4 مليون، كاين الشهر ديال جوج، كاين الشهر فيه 8000 درهم على حسب السوايع اللي غادي تقرا. هادشي ما كاينش السوايع، ما كنزيدش السوايع،
الماكسيموم اللي كنت كنخدم انا كنت كنضرب 2 3 ل 4 او غرون ماكس. بعد خطرات الجمعه كنت كنبقى خدام حتى 11 الليل، من 9 الصباح حتى 11 الليل، ما ساهلاش. واخا تقول كاين فلوس بزاف كتبقى واقف ضارب صباط مزير، كتبقى واقف النهار كله ما كتساليش، عاد باش تزيد عاد باش تصحح، عاد باش كاينين الدراري ولا الدريات اللي كيبقاو يطلبوك تيقولوا لك عافاك انا بغيت ندير واحد الحاجه اكسترا وبغيتك تصححها لي وكل شيء، وكتقول لهم ما كاين حتى شي مشكل وكتعاون كل شيء، واللي تيسولك على شي حاجه كتمشي وكتبقى دير الهوم وورك ديالك وتبقى تبحث عليها وتطلع عليها وتفيد اي واحد باي معلومه. اوكي جات كورونا ريحنا، كمل كمل واش الحقيقه حزارك الامر؟ سكنتيني. زيد زيد كمل كمل كمل. جات كورونا ريحنا من الخدمه صافي، سير وتهلا وسدينا المدرسه الى السنه الدراسيه المقبله. كورونا ما بغاتش تحيد السنه الدراسيه المقبله، جات كورونا عام واحد اخر العام الثالث. اش غدير؟ انا عندي جنرالي سبيكينغ عندي بروفيل فرانكوفون، عندي بروفيل انجلوفون اكثر من اللي فرانكوفون. بحال كي كان طالع الدري ديال قبيله نسيت وقيلا سميتو، كان كيدوي على كندا، كنقسم لك فمي بالله وانا مستعد نوريكم البروف، لا انت ولا 1533 واحد اللي تيتفرج. طلعت في الهزه ديال كندا لونطري اكسبريس، طلعت فيها جوج المرات، دماغي عصرتو مع كيفاش غنطلع الدوسي ديال كندا بلا ما غنمشي للبيرو بلا حتى شي حاجه، عارف عليه كل شيء اللي خاصو يتعرف، نقدر نفيد اي واحد به. دوزت الامتحان ديال الفرنسي، دوزت الامتحان ديال لونجلي، درت لي درت لي زيكيفالونس اللي كاينين، طلعت في كندا جوج تخطرات، ولكن كنت مامن غادي نطلع في امريكا. فهمتي؟ طلعت النوب الاولى في كندا انيوريتها، عاود عاوتاني داز السيستم عاوتاني البروفيل مره واحده اخرى، طلعت في كندا النوب الثانيه. الهزات ديال كندا كيكونوا الا كان داك الدري باقي كيتفرج ولا اللي كيفهم شويه في كندا، النوب الاولى طلعت في البول حيت كانت عندي 483 نقطه تهزيت عادي في سي ار اس درا. النوب الثانيه تعطاتني بي ان بي نومينيشن ديال لونتاريو، بي ان بي نومينيشن اوتوماتيك مول 483 نقطه كتكون عندك كتزيدك 600 نقطه وليتي في 1083، 1083 بينك وبين كندا بي ديال الطيار. واو اند اي ترولي بليف غادي نجي لامريكا. او امريكان والسلام عليكم. امريكان حيتاش امريكان عرفتها فاش كنت كنسافر لها فاش كنت صغير، كنت كنشوف وداك الحلم فهمتيني، بغيت نعاود نرجع ضروري خصني نجي لامريكان، كانت عندي هذيك الفكره عندي في دماغي. ناس كنت كنعرفهم في المغرب، ناس اللي عاشرتهم واللي عرفتهم والعائلات والصحاب اللي تعرفنا عليهم كل شيء كيقول لك زعما انت ديجا خدام هنا في المغرب مزيان، وفعلا كنت خدام في المغرب مزيان، تيقول لك زعما علاش غتمشي؟ يعني انا كان ديما بغيت انا نشوف تبارك الله كتوصل حتى ل 4 المليون في الشهر، ويعني راك شوف اي واحد تيتخلص 4 المليون راه ما غيخليش المغرب ويمشي لبلاصه. شوف شوف انا نقول لك شوف واش كنت كنتخلص مزيان؟ واش كنت فايد جيت لامريكان وعاود تهبط المغرب؟ حيت شحال من واحد غيسمع ويشوف هذا الشيء يقدر يقول لك يعني انت ديجا كنت كتجي لامريكان وكندا دابا انت ما عندك ما كاينش شي قنصله غتقول لك ما عندكش الفيزا. ولكن شوف لا لا كاينين كاينين بزاف ديال العيبات في القنصليه، كاينين بزاف ديال التويشيات اللي تقدر دير باش تلوب في داك السيستيم ديالها. اوكي انا ما تنقولش زعما كاينين شي حوايج ديال اللي كندوي على حتى شي حاجه اللي خارج القانون ولا الليغو، غير هو في واحد لو سيستيم ستريكت كنديروا حنايا المجهود ديالنا باش نضعفوا الحدود باش نسلتو. فهمتي؟ انا ما تنقولش شي حاجه اللي الليغو. اوكي كنبقى ديما انا ولد باب الله، ماشي زعما شي حاجه اللي ايبر درنا شي حوايج. يعني حيت انت شعبي ولد الشعب، شعبي ولد الدرب جديد بورغون اللي كيعرف اللي كيتفرج هنا كازا. اش من بلاصه بكازا؟ انا ولد الدرب جديد بورغون وعاوتاني كنت ساكن في الولفه، كنعرف غير اللي كيعرف بورغون اللي شي اللي شي عرف هاد البلايص. كنت خدام كنت خدام في بول نيت في كازا نيت، كنت قبل عاوتاني خدام في واحد الشركه في تكنو بارك مع واحد السيد الله يعمرها دار، مع واحد الناس الله يعمر عليهم الدار، حتى هما خدمنا معاهم مزيان. حيت فاش كنت خدام في الدومين بروفيسيونيل ولا في المارشي بروفيسيونيل في المغرب، صراحه ما كاينش فلوس، كاينش اللي غيخلصك، كذب عليك الكذاب.
ومن موراها فاش سدوا المدارس وريحنا ما بقات لا خدمه لا والو، كنا الحمد لله دايرين تحت منا واحد الطرف ديال الفلوس اللي بقينا منه كنبقاو نقسطو بشويه بشويه بشويه. ولكن جات واحد الوقيته اللي كورونا تعاشرات معانا وضربات معانا عامين، ولينا كنقولوا راه خصنا نوضو نموفيو ونديروا شي لعيبه. الدراري اللي عندهم مع لونغلي كاين واحد السونتر دابيل في كازا، اذا كان ممكن نعطيهم السميه ماشي مشكل. شنو كيدير السونتر دابيل؟ واحد السونتر دابيل ديال واحد السيد هنا في الميريكان، كان حتى هو هنايا في كاليفورنيا. هذاك السيد صوب واحد وقيله خدم، انا جاني خدم في شي ديلرشيب ديال طوموبيلات، وشنو دار؟ طاحت عليه واحد الفكره ديال صوب واحد السوفتوير كيماناجي لك لانفونتير ديال الطوموبيلات، وتبقى يبوستي لك كيدير لك لا بوستولاسيون ديال لي زانونس فيسبوك كل 24 ساعه، وتي تيبيع هذاك السوفتوير لشركات اخرين هنايا في امريكان. سونتر دابيل كتخدم فهمتيني تيلي اوبيراتور ما كتفرانيش، ولكن تيخلصوا مزيان بارابور للمغرب. لو سونتر دابيل سميتو فيدوس، فيدوس سوفتوير راه كاين في المغرب، كاين في سيدي معروف لداخل، كتخلي رومبوان المستقبل وتهبط لتحت بحال غادي تشد الطريق ديال بوسكوره. سالير دو باز ديالو من الدقه الاولى تيبداو لك ب 7000 درهم، الا ضربتي لوبجيكتيف ديالك النوب الاولى اوتوماتيكمون كتاوغمونتا كطلع 9000 درهم ديما، ماشي كضرب اوبجيكتيف خصك ديما تبقى تضربو فهمتي، اون فوا ضرب لوبجيكتيف مره واحده كطلع 9000 درهم. بالنسبه لي 9000 درهم في سونتر دابيل في المغرب ما كاينش اللي غياخدها. تمام. كاين كنعرف ناس، كنعرف ناس انايا بماستر خدامين ريسبونسابل في شي كون تياخذوا 5000 6000 درهم. عرف دي زانجينيور جلسوا حدايا في نفس البيرو كياخذ 6000 درهم. كاينين دي سونتر دابيل في المغرب كاين اللي كيضرب فيهم 15000، كاين اللي كيضرب فيهم 18000. انا ما تندويش على ماجوريل، سمحوا لي عاوتاني الا جبت لا مارك وحده. سونتر دابيل فيه وفيه، الا كنتي باغي تكون كومي احسن حاجه انا بالنسبه لي اللي غادي يدخل سونتر شي اي واحد باغي يتعلم اللغه باش يقصد بها كندا ولا يقصد بها امريكان، شي نيمبورت دومين اللي شي اللي كنتي في واحد الدومين اللي ديجا انفيستيتي فيه 7 شهور ولا نيمبورت وما بقى لك والو على الضرب عام ديال لا كارير، حيت خصك ضروري عام ديال الاكاديميه في اي شركه بلا سي ان اس اس وبالتويشيات ديالك باش كتدفع لكندا باش تشد باش تقبلك كندا. اذروايز الا كنتي باغي تبراتيكي لا لونغ ديالك تحت سونتر دابي، غير هو خصك تكون موجود الكاسك، والكاسك ماشي اجي ودي تماما. ما الكاسك عنده مواليه، يكتب عليك الكذاب ويبقى يقول لك شي واحد اخر ما ديال سونتر دابيل ساهله انا كنعرف ندوي، عندها مواليها. كاين لي سونتر دابيل كيدخل كيضرب فيه 2 مليون، كاين لي سونتر دابيل كيدخل كيضرب فيه شهرين 3 شهور وتيخرج منه. تمام. خصك تكون عندك خدمه شويه صعيبه. بس خدمه صعيبه، وشي اي واحد اللي كيقول خدمه صعيبه في المغرب وباغي يجي الامريكان عكتف كي كيقولوا ليها عطلعك وما يمك فهمتيني، غادي تشوف التمره ديال بصح. باغي تجي لهاد البلاد كاينه تمار فهمتي، المغرب كتدخل تقدر تدخل شركه شنو نقول لك كتدخل كاين الخدمه كتخدم، ما كاينش خدمه كتبقى مريح كتبقى وتضحكوا، لا انا كاين الخدمه انا خدام كتخلص خدام فهمتي. تماما. ساليتي داكشي اللي كدير اجي وشوفوا لك حاجه اخرى. بالنسبه خويا حمزه بعض الكومونتيرات كيسول واحد سؤال، بحال انت كنتي قلتي 10 سنين باش مشيتي لامريكان طريق التجمع ياك؟ ولكن انا مؤخرا كنت في المغرب كي قلت لك، انا اخر جيت الامريكان في نوفمبر الاخراني. اوكي. ولكن واش كانت عندك ديجا الفيزا ولا كان عندك باسبور ولا كيفاش؟ كنت كنجي فيزا توريست. يعني كتجي وتمشي. كنت كنجي وكنمشي. يعني ما كنتيش مستقر مازال، يعني ما كنتش عندك جرين كارد ولا داكشي؟ لا ما كانش عندي جرين كارد. جرين كارد يلاه خدتها مؤخرا. وخديتي عن طريق تجمع عائلي زواج ولا؟ خديتها عن طريق التجمع، وكنت اي حجره كنقلبها، ماشي انا ما بغيتش اي واحد يسمع يقول لك التجمع صافي فهمتي زعما، لا التجمع كنت كل عام كندفع قرعه، كنت كنقول لك دفعت لكندا فهمت السيستم ديال كندا ظهرا عن قلب. تهزيت في لونتري اكسبريس ديال كندا جوج المرات ورفضتهم، حيتاش كنقول راه ولو انيوريهم راه غادي نعاود نتهز فيها، ولكن خليني تنطونطي لا شونس ديال الامريكان. صدقات مرحبا، ما صدقاتش راه كاينه كندا كديرها بلان بي، وحاشا واش تكون كندا بلان بي لكتي في المغرب. كندا راه شي حاجه واعره، كندا واعره.
كتب الله حرام كندا واحد البلاصه اللي واعر فهمتي، كندا احسن من الاوروب كامله اللي اي واحد كيتفرج فيه تماما كاين. فهمتي، كندا احسن من الاوروب. كتبقى امريكان عنده واحد لافونتاج شويه على كندا من ناحيه ديال لي برودوي اللي كنكونسوميو كيكونوا هنا رخاص شويه من ناحيه الجو، عاوتاني امريكان احسن من كندا واحد شويه. ولكن انا بالنسبه لي انا اي واحد باغي يخرج كندا فهمتيني خاصها تكون توب امريكان توب اوروبا حتى هي توب، خاصها تكون عندك خاصك طونطي كاع لي شونس اللي عندك. كاينين بزاف ديال الدول اللي دايرين سيستيم دي ميغراسيون ماشي غير كندا بوحدها ولا امريكان، كدافع للدنمارك كدافع لاسترالي افين ما كاين شي قون دافع ليه، وكنت استاذ جامعي هادشي اللي كيضر بنادم في راسو. بالنسبه للاستاذ جامعي كنت بغيت نسولك على واش كنتي خدام مع شركه بريطانيه قلتي لا كتخدم مع مدرسة، مدرسه واش مغربيه ولا مدرسه اجنبيه؟ مدرسة أجنبية كاينة في المغرب كاينة في كازا. وكنتي كتقري يعني غير من الدار ولا كنتو عندكم مثلا لا شي لا كنت كنقري في اليونيفرسيتي عندهم في المدرسة في الانستيتيوت. وشحال ودرستي يعني شحال من سنه؟ شحال قريت؟ يا شحال الوقت؟ قريت من أكتوبر 2018 حتى لجويي 2021، قريت 3 سنين. تبارك الله 3 سنين. وكاع الطلبه كانوا يعني حتى هما تيقراو سلسله الماستر ولا شنو كانوا كيقراو كان اللي ولا كيقرا الماستر، كان اللي كيقرا الماستر بالليل، وكان اللي تيقرا ليسونس بنهار، ومغاربه اللي كنتو وكانوا عنده كتقراو ياك؟ مغاربة كاينين ليبيين كاينين الناس اللي من سوريا. مهم في المغرب كاين كل واحد منين، كاين اللي من مالي قريت ناس من ليبيا قريت ناس من مصر، كاين اللي في البرازيل كيقرا معكم في المغرب، كاين اللي من كولومبيا كاين اللي من الارجنتين، كاينين اجناس ديال بنادم في المغرب. واو يعني داكشي علاش لربما كان شويه الخلاص طالع يعني تبارك الله قلتي كتوصل حتى ل 4 مليون في الشهر حيت كتخلص عن طريق خلصه اجنبيه ياك؟ لا كنتخلص خلصة مغربية. علاش الخلصة طالعة واحد شوية؟ حيت عاوتاني فاش كدير النيش، فاش كتمشي لواحد الدومين اللي ما كيديرو حتى شي واحد، حيت باش تقري ليكونومي في المغرب، لا ماجوريتي ديال ليكونومي اللي كتقرا في المغرب كتقرا بفرنسي، ولكن باش تقري ليكونومي بلونجلي هذه حاجة واحدة اخرى. واو يعني كنتي كتاخذ داك النيتش اللي ما عندوش اللي ما كاينش منه بزاف. قليل يعني اي واحد كيقري في هاد المدارس اللي كندوي لك عليهم اللي كاينين بحال الاخوين اللي كاينه في افران، اي واحد اللي تيقري كيكونوا كلهم دي زيكسباتري اللي تيقراو تما في المغرب. بار كونتر انا كنت من اعين الاساتذه اللي كان كيتخلص تما، راه كان اللي كياخذ 1200 درهم الساعه، كان اللي كياخذ 2000 درهم الساعه في مغاربة. اليونيفرسيتي انت مغاربه، واو اللي شوف كاين اللي كيضرب 2000 درهم الساعه مغاربة هادو مغاربه مغاربه. شاب. واو كاينين اساتذه اللي شفتهم انايا يعني دابا على اللي القيمة الأستاذ الجامعي في المغرب أنا كان يسحبني كيوصل ديك 2 مليون ماكسيموم كذا ساعة قول لي استاذ جامعي كذب عليك كذاب، استاذ جامعي ديال الدوله النهار الاول اللي تيبدا ب 8000 درهم، هذا خصو أستاذ الاقدميه جامعي في لافاك. استاذ جامعي فاش يلا تيبدا تيقول بسم الله تيبدا ب 8000 درهم، وخصك تكون شكون وشكون باش يلا توصل استاذ جامعي. شحال من يعني كونكور ماشي خصك أي دو واحد يقدر يولي شي أستاذ بعدا، جامعي. وانت بعدا باش تفاليدي غير الليسونس راه خصك تكون خاطير في المغرب. شحال خصك ديال كم؟ حيت انا شفت ناس تيقراو، عاونت ناس اللي كانوا تيقراو في لافاك ديال المغرب. خويا انا كنت كنقري ليكونومي بلونكلي، انا ما عنديش مشكل في لونكلي، كندوي بلونكلي بحال كي كندوي دابا بالدارجه. اوكي كاينين شي ناس اللي كانوا كيقراو في لافاك ديال دو مارس ليتيرير اللي كانوا كيديروا لونجلي كاينين وبطريقه هادو ما في كازا ولا الرباط ولا زعما جامعة كاينه في الرباط؟ كازا اوكي جامعه عين الشق كيقراو لونجلي السلك الادبي كيقراو هذه اللغه الانجليزيه. كاينين شي ناس اللي عطاوني امتحانات وكانوا في وسط الامتحان تيديروا الامتحان تيخرجوه. اوكي تصنف خرجوا الامتحان ماشي كيخرجوا، كانوا في الامتحان صوروا لي الامتحان صيفطوا لي قالوا لي طن، عطيتهم الاجوبه رديتهم لهم ناس كنعرفهم صحابي انا مش اكد منه صحيح فهمتش، الناس ما تيفاليديوش. واو هنا هاد اللعيبه في المغرب كبيره بزاف، كل استاذ يبغي يفاليدي لك يفاليدي لك ما يفاليديش لك ما يفاليديش لك، واكبر مشكل كيطرى في هاد اللعيبه وهو تيريب الثقه في النفس ديال اي واحد اللي تيقرا. علاش؟ حيت هذاك الاستاذ بحالو بحال البوليسي، عنده واحد الكوطه، كيف البوليسي عنده كوطه ديال البروسيات خصو يدخلها، تماما الاستاذ عنده كوطه ديال شحال من واحد خصو ينجح. يعني واخا تجاوب كل شيء صحيح
شوف كنقول لك انا خرجت امتحان، انا خرجت امتحان ما فاليديتش. واو، هادي ما عمرني سمعتها انا في هادشي ديال الماستر ولا الدكتوراه. لا باش تطلع الماستر خصك تكون شتي في المغرب الا بغيتي تقرا، الا مشيتي للبوبليك في المغرب الا بغيتي تقرا خصك تكون ماشي غير واعر في القرايه، خصك تكون واعر ديال بصح. حيتاش واعر ديال بصح زعما الحاس يس حتى في القرايه هادشي كاين في الماستر يس يس بيك تايم يس يس والله لا درتي الماستر لما الحس، خصك تكون عندك لسان مدلل في الارض فهمتيني، غادي كتجر فيه بقوه مواعر انت في الحيس غير باش تطلع الدكتوره. ويلي علاش دابا علاش كتضل الاساتذه اون فوا تيطلعوا كيبداو يسقطوا حتى الورد راه داز في واحد الحر. هادشي في المغرب، لا هادشي في المغرب وهادشي في بوبليك. انا فاش كنت كنقري استاذ جامعي فاش كنت في بريفي ما كانش هادشي. راه الناس كومونتيري تيقولك بصح كاينه هاد الهضره هادي يعني دابا الناس اللي دابا بصح ويلي تقول شوف جيبي تقرا واخا تكون قاصح والله لا قريت والله لا قريت. وتا بنادم تيولي يطلب يا ربي ان فاليدي، وبنادم كيولي باغي يعيد لي كومبونسي في لي موديل ديالو ما كيقلبش على شي نقطه ديال مونسيون ولا شي حاجه يعني تيقول لك انا غير بغيت غندوز. وتا كاينين اساتذه مراضه صاحبي في المغرب، واستاذ داز من واحد الحر اللي قبل ما تيتخرج تيتخرج وهو مريض. انا واحد الدري عاوتاني الله يذكره بخير عنده ريسيرش بيبر ديالو، ريسيرش بيبر وهو كتقرا ديك 3 سنين في المغرب كتسالي عندك اش كيقولوا ديسرتيشن لا تيز ريسيرش فاش كتقرا 3 سنين عندك لو بروجي فان ديتود بحال الشكل اللي الصحاب ليكونومي كيكون عندهم ان بروجي فان ديتود، الناس اللي تيرير تيكون عندهم ريسيرش. تصنت لي مزيان دابا هذيك ريسيرش انا اللي بديت الاوتلاين ديالها انا اللي مطابي عطيتو لهداك السيد داه عطاه الاستاذه قراته قالت لي هذا ديالي منين جبتيه. الاستاذه بهضرتها قالت لي على اساس ان هذاك الشيء ديالها هو منين جابه، مع العلم انني انا اللي كاتبه بيديا ومام انسبيري من تشي بلاصة وما قاري في تشي بلاصة داك شي ما واخد له معلومات لا والو كاتبو انا الراسي. واو شوف دابا هادي شوف لو نيفو ديال لا بسيكوباتي ديالها شوف فين وصلها. داكشي علاش عندنا الدكتورات بزاف في المغرب يعني تيقول كاناش عندي السيرك الدكتوراه ولا شي حاجه قليل بحال اللي ما عرف شنو كتقلب. بيان سور الماستر ما كطلعش ليه، الماستر ما غتوصلش ليه، الماستر خصك تكون ما كنقولها لك وكنبقى ما خصكش تكون واعر غير اكاديميكمون في المغرب باش تكون قاري، خصك تكون سياسي، خصك تكون سياسي، خصك تكون لحاس، خصك تكون كتكوى في قلبك وكتسمح فيه وكتقول ما كاينش مشكل، كتمشي كتبقى تبريباري بالسيمانات على السيمانات على السيمانات وفي الاخر كدوز امتحان ما كتفاليديش وواحد اخر سطل كان ديما حداك في القسم يقدر يفاليدي. كاين استاذ اللي تيسقط اونفي على قدو ما تيدوزوش. هادو مشاكل ديال بصح كاينين في المغرب بنادم ما بغيش يطرق لهم. في الجامعات كاملين ولكن في بعض الجامعات لا يعني مزال ماشي كاع الاساسيه يعني غيكونوا خايبين ضروري غتلقى بنادم تيدوزك نجحتي دوز. بيان سور استاذ فيه وفيه انا ما تنعممش وتنقول كل شيء، ولكن شوف شي غير لو فيت ديال هادشي كي اكزيستي وبنادم تيدوي وبنادم تيمشي للدوايون والدوايون ما تيقدش يوصل الهضره فاش عندنا هذا المشكل. هنا كاين مشكل كبير، كاين مشكل خايب كبير بزاف، وفي الاخر تيقول لك حكا بنادم ما قاريش ولا ما عندناش الكفاءات ولا شي حاجه. نو ما لا علاقه ما كاينش الكفاءات. الناس في المغرب كاينين لا ماجوريتي ديال بنادم في المغرب وانا فهمتيني تبارك الله علينا حنا كمغاربه اللي كتريح معاك كدوي معاك كتلقى دماغو عام لا موندر دي شوز لما دوش لك على شي حاجه بعدا يقهرك بكوره وكتلقاه كيدوي على كوره كيدوي عليها سيونتيفيك مو ماشي كيبقى يدوي على كوره فهمتي كيدوي معاك وكيفسر ليك وتيشرح ليك. انا كنقول غير لي باسيوني بكوره ما تنقولش كلشي كيدوي على كوره، مي بنادم في المغرب اي واحد ريحتي معاه وديباسيتي واحد الحاجز اللي تيكون بيرسونيل واحد شويه وبنادم ارتاح ويدوي معاه كتلقى اي واحد عندنا تبارك الله في المغرب كتلقى عنده واحد الباجاج في دماغه. كاينين الكفاءات في المغرب ماشي ما كاينينش. باك صاحبي واش كتاكزيستي في المغرب وي عرفتي صاحبي باش تدخل باش بالمعرفه خاصك واخا انت كتستاهل بلا معرفه
هادشي اللي كامل تيضر في الخاطر اصاحبي والله يعني كيضر في الخاطر. خويا دابا شوفي شحال انت، من انا واحد حمري مسكين ما فانتين هاد كملش العيب. قرايته غير بسبب هادشي، واخا هو كان بامكانه يكون شي حاجه بزاف. حيت شوف انا تبارك مع الله كاينين في المغرب تيقراو، كاينين بنادم عندنا في المغرب ذكي بزاف، عندنا الذكاء. يس عندنا الذكاء فهمتيني، راه الفايس بريزيدنت ديال بوينغ اللي كاين هنا في الامريكان اللي هاد كوارتر تم في سياره وعندكم، راه مغربي، سامع راه كاينين لي زانجينيور عندنا في البوينغ هنا مغاربة. بيان سور. كنقول لك فايس بريزيدنت ديال بوينغ العالميه كامله راه مغربي. هادي جديد كاين حدايا، انا قول لي يس دابا كاينه ندير تما معاه شي حداك فلوج، دابا نقلب على سميتو نمشي ندير معاه شي فلوج. زوينه فهمتي. انا انا كنعرف مغاربه كاينين انجينيور هنايا، في هما اللي كيشرفوا على الديزاين ديال الطياره. على تلاقيتهم، تلاقيت واحد فيهم تبارك الله انجينيور، وتجلس حداه درويش ما تقولش هذا امريكان جنج تبارك الله. يس شوف شي من الناحيه ديال المعرفه باش تخدم، هذه واحد الحاجه اللي كاينه بروفيشنال حتى هنا في الامريكان كاينه. الا ما كانش عندك نتورك لشي واحد غادي توصل لك فاش غادي تروح الابليكيشن ديالك، يو هاف تو نتورك باش تخدم. الا ما كانش عندك نتورك قليل فين تخدم. ما كندويش لك على الخدامي ديال بنادم غادي لونسي يخدم في ماكدونالدز، ولا بنادم غادي لونسي يخدم زعما دي افريج جوب. نو كندوي لك على جوب، جود بليسمنت جوب اللي غيكون عندك سالير، ما غتخدمش اورلي، وغيكون عندك خدمه زوينه. فهمتي ضروري النيتوركينغ خصو يكون خدام هنايا. فيسبوك دويت مع شحال من واحد غير في لينكدين، دويت مع شحال من واحد في لينكدين. كنصيفط ليه كنعكت كندوي انا وياك، يعطيوك الناس كيعطيوك كل وقت كيدويو معاك، تيقول لك ها فين خصك تاميليوري، ها شنو خصك دير. انا واحد ديك المره دوا معايا من ويسكونسن، ماشي يردو معايا السيد واحد ساعه المكان، ماشي نعرفو ماشي عارف، تلاقيت انا وياه غير في لينكدين، بقى تيشرح لي شنو خصك دير شنو ما خصكش دير، ها فين تبدا ها فين تلونسي ها. فهمتي ضروري خصك نيتورك. بار كونتر انا فين تنقول كاين العيب في المغرب، كنقول ان لا بوسيبيليتي ديال انك تقرا صعيبه، ولكن عاوتاني فاش كتجي تشوف منظوريه ولا واحد النظريه تكون في الامر شويه علميه، وانا نقدر نقول هاد الهضره يقدروا بزاف ديال الناس ما يعجبهمش الحال، ولكن راه هذه الحقيقه المره. راه في المغرب فاش كيخرج كونكور ديال الاستاذ كيطلبوا فيه 5000 استاذ، راه 200000 واحد كتدفع كونكور ديال الاستاذ. شويه فاش كيخرجوا كونكور ديال الديوانه طالبين 1000 ديواني، راه 200000 واحد كتدفع الديوانه. كيخرج كونكور طالبين 5000 طبيب، 200000 واحد كتدفع طبيب. راه بعد الخطرات كتلقى باللي انك تم جايه واحد الاجنده من الفوق كيطالبوا على التاخر ولا التعطال ديال الناس اللي غادي يخرجوا لسوق الشغل. حيتاش ما يمكنش 600000 واحد تخرج لسوق الشغل، ولكن يلا كاين 20000 خدمه اللي موجوده، شكون اللي غادي ياخذها؟ تماما تماما فهمت. فهمتي هنا فين كنظن انايا كيطراو هاد الضضانات اللي عندنا في السيستيم اكاديميك اللي كاين في المغرب. وكتلقى لا ماجوريتي كلهم كيبداو يتكبوا لي سونتر دابيل، وكتلقى نيت كاينين واحد الاطر اللي كاينين في المغرب كتلقاهم تيهيئوا بنادم للسونتر دابيل. كتقدر بعض الخطرات تدوي مع شي مغربي اللي تقدر تدوي مع، ما نقول زعما مغربي، هذه في بعض الخطرات في لا ماجوريتي كتلقى في المغرب في الهند فين ما مشيتي في كاع الدول العالم الثالث اللي كتلقى شي ناس اللي ما عندهمش واحد النيفو دراسي كبير، ولكن كدوي معاه كتلقاه كطحن ثلاثه اللغات، ما يقدرش ما يكونش فلوينت فيهم كاملين، ولكن كيدخل ويخرج في ثلاثه اللغات. تبارك الله. ودابا مثلا نفترضوا شي واحد وصل حتى للدكتوراه وخد الدكتوراه، وخا الدكتوراه ما كتساراش بالقرايه، يقرا شحال، المهم شي ليفل طالع، يلقى الخدمه في المغرب. زعما واش غيلقى صعوبه بيان سور غيلقى صعوبة وخا الخدمة، عنده الدكتوراه؟ يعني وخا بيان سور غيلقى صعوبة وخا عنده الدكتوراه. تعرف في الاخر كتريح في طابلة كدوي بدا تدوي مع بنادم تيقول لك شنو هي الدكتوراه ديالك. انت دابا قاري بالله اكثر من انا داك اللي غادي لك مقابله. بيان سور، وهذاك اللي غيدير لك مقابلة طونكو انت قاري اكثر منه ما غاديش يخدمك، حيت اون فوا غيخدمك غتدخل انت للخدمة وغيجي الباترون غيجري عليه يقول ليه اش عني من ندير بك تاي منين هذا واعر عليك. سو كي فيه خصو باقي يوحلك، اش كتنتظر من قنت فيه وزير عنده شهاده؟ ما صعيبهاش انك اللي كانت عندك الدكتوراه غتدخل تخدم. وكيفاش واحد عنده شهاده كياخذ 7 مليون وواحد عنده دكتوراه كياخذ 8000 درهم؟
كاينه عرفتي واحد الحاجه دابا اللي درتها في البيسي راه عرفتي صدمتيني ان هذا الاخ هذا هو الفايس يعني ولا المدير العام ديال البوينغ ومغربي وساكن حدايا عين نقلب الناس بعد في التليفون باش يشوفوه لانه راه عرفتي دابا صدمني ابراهيم وتوجهه مغربي عين نقلب الكاميرا اسمحوا لي هذا مغربي تبارك الله هو فين هي ايه سينيور فايس بريزيدنت هو بريزيدنت كوميرشال سيلز اند ماركتينغ ديال بوينغ هو اللي كان قال لك احسن ما عرفتش شوف محسن محسن سلاوي محسن سلاوي ترشح اترافير لو بريزيدون ديال الولايات المتحده الامريكيه باش يقود القدوه تجاه فيروس كورونا واو عرفتي راه بزاف انا غنزيدك واحد اخر هذا وقيله هو اوعر مغربي غادي تعرف زيد اوعر مغربي تقدر تكون كتعرفوا اللي كيكزيستي دابا هو المخترع ديال البطاريه الليثيوم اللي بلا بيه هو ما غتكونش شركه تسلا عرفتو سميتو راه بغى يدير شي مشاريع مؤخرا في المغرب وما خلاش واقيلا ويلا شوف راه واقيلا هو المغربي انا ما عرفتش انا ما نتقلتش بهذه ولكن نقدر نقول لك السيد عنده نوبل برايز واو باش تاخذ لو بري نوبل بزاف صاحبي عرفتي انا بدا غيادي اللي سيدي خاصك يكون عندك كاليبر واحد اخر هادي اللي حدايا خاصني نتفاهم معاه بعدا خاصني ندير معاه شي فلوغ غنمشي ندير معاه شي مقابله شي بودكاست غيهضر كيهضر بالعربيه خاصني نشوف شي فيديو اش كيهضر بالدارجه في يوم نبقى ندير تراديكسيون في الفيديو باينه مغربي هذا والله الا باينه غيكون مغربي ديالو بصح تبارك الله عليه عرفتي باش تكون الرئيس ديال ولا ديال السي اي او ولا الفايس ديال بوينغ عرفتي شنو هي البوينغ ولا لا يس سي الباينير ديال الايركرافت اللي في العالم شكون كاين راه كاينه بوينغ كاينه ايرباص كاينه امبونو ديال اللي حكمهم كاملين يعني والمقر ديالها وحدايا يعني راه عرفتي عندنا فاش كنكون سايق ديما عندنا دوك المطارات ديال فاش كيتيستيو طيار جداد ديما طالعين هابطين عندنا انا وما يصحابنيش ان مغربي واصل تبارك انا كنت كنعرف كاينين لي زانجينيور ولكن باش تكون فايس دابا راه انسالي معاك هذا اللايف هذا غادي نشوف واش كاين شي كونتاكت ولا شي حاجه اللي نتواصل مع هاد السيده ما نكذبش عليكم ما مرني فكرت بها هكا ولكن غنديرها كاينين الدراري تبارك الله كاينين الناس اللي قارين كنعرف واحد الدري مغربي عاوتاني واحد اخر هو المدير ديال واحد الانستيتيوسيون فينونسيير كاين في الانجليز كاينين الناس كبار مغاربة واصلين صاحبي العالم مغاربة واصلين كاينين كاين شوف كنعرف انايا مغاربة اللي جاو كاينين كيعيشوا دابا حاليا في نيويورك جاو النهار الاول داخلين في كوفر ديال الطوموبيل دخلوا الامريكان مشاو خدموا في الاول كانوا كيغسلوا المواعن طلعوا ضربوا باب الجويجة صوبوا الوراق دخلوا بقاو مطايفين مع الوقت قراو خداو ريل استيت لايسنس نديك دابا تشوف هاد السيد اللي كندوي لك عليه he's worth over $4 million ماشي بزاف مقارنه مع شي ناس ولكن صاد راه من 7 حتى 4 مليار في نيويورك عنده الديور والريل استيت اخويا حاجه واش كنقلل على 7 ولكن عرفتي شنو هي الريل استيت هنايا عرفتي شنو هي العاقه في ميريكا اللي بداتي فيه وعندك المهم كتبدا فيها اخويا راك بزاف انا حاجه وحده اللي كنبغي نقول للشباب كنبغي نقول للناس اللي في المغرب شتي الا طايفتي مع المدرسه وبان لك داكشي ما مسلكش وجربتي امتحانات اخرين وبان لك داكشي عاطي متبقاش تماما حمزه بدا كيمشي لك الكونيكسيون بديتي كديكالي الا ممكن ترجع فين كنتي شكرا رزان على الباج تحياتي لك فهمتي انا كنطالب غير الناس ما يفقدوش الامل فهمتيني عندك اوبجيكتيف ديالك كاين اللي كيديماري في المغرب وكاين اللي تيعجبو تيبغي يبقى حدا الدار تيبغي يبقى حدا الوالدين تيبغي يبقى حدا الدرب اللي كبر فيه الصحاب ماشي مشكل داكشي كله زوين ولكن كاين اللي تيبغي يخرج انا بالنسبه ليا كي كلشي كيبقى يقول لك حقا نتايا علاش خرجتي من المغرب مشينا عندي الباسبور اجنبي في جيبي وديك الساعه نعاود نهبط نشد الصون في المغرب تمام الله يسهل عليك اخويا حمزه برافو عليك هذه فكره زبونه لانه وين فوتي عندك باسبور امريكان الله يجعلك تقعد 10 سنين في المغرب عادي تجي لهنايا عادي وباسبور دراري باسبور ديال كندا راه في 3 سنين تاخذه ديال امريكان رشوي مبطل
خصوصا شي 4 سنين وثمان شهور تقد عندك الحق تدفع لهم. الناس القرع، الناس اللي زواج 3 سنين. Yes. يا تماما. والله اخويا حمزه برافو عليك اصاحبي، عرفتي فوجتي علينا واستفدنا معاك، موتيفيتي بزاف ديال الدراري والبنات. مرحبا، شوف اي واحد محتاج معلومه، اي واحد محتاج شي حاجه على الراس والعين. انا شحال هذه كنت صيفط لك واحد الميساج، ولكن وقيلا عم بكثره الميساجات اللي كيدخلوك وقيلا ما قشعتيش. كنت بغيت نسولك على السي دي ال، حيتاش في الاول ديش. وباغي دير السي دي ال تبارك الله، باغي دير الريموك. شوف كي كيقول لك واحد المثال، no rock left unturned، كل حجره بانت لك قلبها شوف شنو تحت منه. هادي كاينه فريمون، هادشي اللي كندير انا ديما كنبغي نقرا على بزاف د الحوايج نتعلم. ضروري ضروري استاذ جامعي في المغرب تبارك الله، جاي الامريكان يعني كيدير بزاف وغايدير الرموك حتى هو، يعني راه باغي ندير رموك. تخيل العلم يا صاحبي، عرفتي باغي توصل لواحد لاش تقول ما ندمتش، يعني تقول مثلا ندم بحال هكا، ما غاديش تحس انك كون غير درتي واحد الحاجه، كون غير جربتي، بغيتي تجرب كل شيء، ما بغيتيش يس. يعني طحن اي حاجه جات تجربها. شوف كاين شي دومين، كاين ما نبداوش نكذبوا على الواقع، كاين شي فلوس شي كنت مرحبا وريني الفلوس وتشكر بحالك اللور، فهمتيني؟ بلا ما نبقاو نجاملوا ولا شي حاجه، فهمتي؟ كاين شي فلوس، علاش؟ حيت كله عنده واحد الهدف كيرسمه في حياته. انا كنقول ان شاء الله 45 خصني نكون مريح باش تقدر في تمام حياتك كامله، الحياه ما مديوراش باش تقدر في تمام. برافو عليك تماما والله. لا هادي كاع العقليه ديال الملياردير هنايا، كيف كرواك دير شي حاجه تخدم عليك. اسيتس الاسيتس اخويا. Yes, and sometimes to reach assets, it's very hard. حيتاش كيكون عندك income محدود، يكون عندك واحد الربح محدود، واش تخلص الماء والضوء والتليفون والانترنت، واش تكري مع الناس، واش تكون بوحدك. تماما والله، شكرا لك بزاف خويا حمزه. كنتمنى الناس يكونوا استفدوا معاك. عندك شي نصيحه اخيره خويا حمزه تعطيها للشباب اللي كيتفرجوا فينا؟ اولا ما تفقدوش الامل، هادي ما عمرك تفقد الامل، ولو انني انا براسي كنكون فيكتيم لهاد اللعيبه، ما عمرك تفقد الامل في راسك. مولاك بين عينيك، ديما هاير بيربس تكون عندك في الحياه، ديما حاول تعلم شي حاجه جديده. شي نهار اللي غادي توقف من تعلم شي حاجه جديده هو النهار اللي غادي يحفاو لك الرويد ديالك، ما تقدرش تبقى تافونسي. ما تخلي حتى شي واحد يقول لك انك ما تقدرش دير شي حاجه، هذه مهمه بزاف. ثانيا كيف غادي نقول لك ما تخلي حتى شي واحد يقول لك ما تقدرش دير شي حاجه، at the same time be smart enough ديال انك كتحط ورقه وسيلو قدامك وكتبقى تعبر اي حاجه كديرها. تشوف كي معبور فهو تقدر تمانجي الريسك ديالك، كتشوف عندك واحد الهدف كتراسيه قدامك كتقول اوكي واش نديرو ولا ما نديروش، هاش اللي غيطلب ليا، شحال ديال الوقت غيتاخد ليا، انا ملي غندخل هنا شنو غادي ندير. اوكي، ما تضيعش الوقت ديالك بزاف شي حاجه وفي الاخر تكيتيها. عاوتاني حاجه واحده اخرى، ما تكونسونطراش على بزاف ديال الحوايج، في كثره الكونسونطراسيون ديال الواحد على بزاف ديال الاهداف كيتكنفيوزا، كيولي مريح ما كيبقى داير والو. ما تكونسونطراش على كوره وتكونسونطرا على القرايه وتكونسونطرا على الميكانيك وتكونسونطرا على الطوموبيلات وتكونسونطرا على باغي نتزوج بشي وحده من برا ولا نتزوج بشي واحد من، فهمتيني؟ شد شي حاجه حكمها، اي حاجه شديتيها حكمتيها غادي تعطيك، تمام. ولكن خاصك تهرس مع راسك في الاول، خاصك سبيسياليزي في شي حاجه. كنتي باغي تخرج لبرا، اولا طحن اللغات، اللغه ديال هذيك البلاد خصني نكون كنعرفها، ما يمكنش انا نمشي لهذيك البلاد وما كندير والو. ثانيا كي كيقول لك قطران الناس احسن من عسل بلادي، انا نقول لكم واحد الحاجه، تخرج لبرا غتضرب تماره اللي ما عمرك ضربتيها في حياتك. واش كاين الفلوس؟ ياس كاينين الفلوس. واش كاينه تماره؟ اكثر من اللي انهم كاينين الفلوس. واو تماما. وات ايلس؟ شتي عاوتاني واحد الحاجه واحده اخرى حتى هي مهمه، الشيء اللي ما درتيش شي اي واحد اللي كتفرج فيه كتي في المغرب كتي في الجزائر كتي في تونس، الا ما درتيش في بلادك ما غاديش بلاد الناس دير. الا ما كنتيش مريقل وما كنتيش كتحيد من فم السبع في بلادك، راه ما غاديش تجي لبلاد واحد اخر اللي غادي يشوفك بواحد الطريقه واحد اخرى، واللي غيولوا عندك بزاف ديال الحواجز اللي منهم اللغه، منهم لا كولتور، منهم، وغادي تجي حتى لبلاد وغادي دير. خصك تكون واعر في بلادك باش تكون واعر في بلاد الناس. واللي باغي يخرج
على المغرب خصو يكون كتعرف اللغة. تمام. هذه ديما كنشوف اي واحد يطلع تيبقى يركز لي على اللغه، راه تنقول لهم الدراري البنات اللغه اللغه اللغه. اللغة واللغة ما صعيباش بزاف باش تعلمها، فهمتيني؟ شي اي واحد كيبقى يدخل وكيبقى يسول على كيفاش غادي ندير، شوف مابقاش تسول على كي غندير تنتعلم اللغة، داك الوقت سير تعلم فيه اللغة، فهمتي؟ تمام. ما عندكش فلوس باش تمشي دير سونتر لينغويستيك، والله ما نكذب عليك، انا كنت كنقول لك كنقري، ولا كنت كنقري قسما بالله العلي العظيم، كانوا كيجيو شي دراري وشي دريات راه they speak to me in an American accent. Once they speak, they've never left Morocco. They speak في الرنة ديال الصوت ديالهم، راه كتقول هذا راه ما كابرش ما عندهم الاكسنت كاع. كتقول لي كيفاش تعلمتي؟ كيقول لك كنمشي كناخذ كتبه من البحيره في المدينه، كياخذ كتاب ب 4 دراهم 5 دراهم، كيقول لك كيبقى يتفرج في افلام وكتصنت الموسيقى. اللي باغي يتعلم شي حاجه راه كيتعلمها، راه كيف غادي تتعلم وغادي تعرف السيليكسيون ديال البارسا بالشونجمون اللي مريحين في التوش لا ديال البارسا لا ديال الريال، راه غتكون كطير حتى في اللغه على حسب انت فين غادي تابليكي الوقت ديالك. كانت الغربه كتهمك بزاف، راه بالرب العلي العظيم انت غادي توصل لها الا لا سيدي ربي ما كتبهاش لك، الا لا قال لك لا والو غتريح، جاتك شي حلمه حبس هذا الحلم حبس هذه العيبه، فهمتي؟ انا نهار هبطت من الامريكان هبطت للمغرب بقيت كنتسنى كنقول لك 8 سنين بلا عاد باش عاد طلعت في حالي لهنا، ولكن في ديك 8 سنين راه مريحتش وربعت يديها، راه دخلت وقريت وخدمت في شركه وكنت كنبيع السيديات في المغرب، كنت كنبيع افلام في شارع الزراوي وما خليش ما درتش، بعت دونتي فريس بعت الورد صبنت الناس موقيطات درت يعني لشي راك عيالات خرجت المينات. من واحد العائلة ثرية. كلنا بعائلة ثرية، اش غادي تدير في امريكان اخويا؟ واو، الله يعني انت يلعنهم تجوزتي الامريكان. الفقرة ديال بصح، يعني ما كانت ما الشفلة لا مصر. شوف الحمد لله ما عمرني نعست فيا الجوع، حتى بديت كندخل فلوس في جيبي وليت باغي نوفر لراسي عاد باش وليت كشي ليلات كنعس بلا عشاء ولا بعد الليلات نتعشى بالقلي ونشرب على الماء باش يتنفخ المصران دغيا، ولا فهمتيني ما عمر والدي انا يعيشوني بالجوع، فهمتي؟ والدي فهمتيني طلقوا كانت الحريه الشخصيه ديالهم انهم يطلقوا، ولكن اترافير لا سوفرونس اللي كل واحد فيهم دارها زعما ما عمرني عرفت الجوع، وفهمتيني طونكو كاين في المغرب زعما لا ماجوريتي ديال المغاربه ما تيعرفوش الجوع باش نكونوا صريحين. لا كل شيء كياكل تما، يا الحمد لله عندنا الحمد لله المغرب عندنا الحمد لله بخيره وبخميره، المغرب اللي خايبه فيه وهو الاوبورتونيتي، فهمتي؟ اكزاكتلي. وديك الاوبورتونيتي انا غادي نقولها لهم وغادي نعاودها بالرب العالي العظيم واللي كيتصنت، والله ما دير لوبورتونيتي لراسك اللي داير لك شي واحد، الا بقيتي كتسنى البلاد تعطيك البلاد، راه ما كتعطيش البلاد كتاخذ من عند المواطن ديالها، انت شنو غادي تعطي لبلادك؟ الا خرجتي من المغرب جيتي للامريكان ولا شي حاجه بالرب عاوتاني، وما تحيدها من السبع تحيدها لي من حدا فمه لك ليتيها انت، واو فهمتي؟ تماما. الغربة عرفتي راك الغربة بزاف، حتى راك المغرب بزاف اخويا حمزه تبارك الله عليك. عرفتي راه عندك ما يتقال، وشكرا لك بزاف بزاف بزاف. عرفتي مرحبا. غادي ما كنتش انا ما ماشي من عادتي كنخلي اللايفات، يعني كنحاول نخلي غير اللايفات الاسطوريين، ولكن هذا اللايف مع قوه الكومنتيرات وكل شيء كيطالب غنخلي هذا اللايف هذا غادي نخليه مسيفي عندي باش الناس يدخلوا يتفرجوا يتموتيفاو ودعيوا معنا ودعيوا انت مع الاخ حمزه تا هو والدري الاخر اللي طلع معنا. مرحبا، بغيتيني اخويا شي نهار نديرو شي وقيته نزيدو نطلعو نعطيو إن شاء المعلومات الله ضروري للناس، ضروري أخويا حمزة الناس ضروري. اللي كانوا محتاجين معلومات مرحبا والف. عرفتي علاش؟ حيتاش شي إيه شي الدافع اللي تيجعل بنادم يدفعو من المغرب، حتى حنا داك نفس الدافع دفعنا، فهمتي؟ ما كندوش حنايا من واحد البرسبكتيف واحد اخر اللي واحد اخر ما تيعرفش ما تيعرفوش، فهمتي؟ اللي جعلت بنادم باغي يخرج راه هو اللي دفعنا حنايا باش تخرج. تماما. اوكي الا كنت نقدر من ديك المسيره اللي ترافيرسيتها انايا وديك لا ريشيرش اللي درت، الا قدرت نوفر لشي واحد 3 سنين ديال صداع الراس في شي حاجه مرحبا، بالنسبه لي انا غنديرها لله صدقه، فهمتيني؟ تمام، هذه واحد أحسن النهار حاجة تاو والله. واحد النهار تاو غادي موفي على واحد اخر ويعطيه تاو هو نفس المعلومه، فهمتي؟ وكاش بقى غاده كنتي من النوع اللي بخير في البلاد السعيدة، الله يسهل الله عليك يسهل عليك، الله يزيدك من هذا ويقويك. المنبر هذاك الشيء اللي كاين، كنتي تمام من النوع اللي خاصو يموفي على راسو وتيبان ليه غادي يبقى يضيع الوقت قصد
صدقي كان ديال واحد الدري الهجرة الله نص يذكره ساعة بخير. ياسر الرسول صلى الله عليه وسلم قالك هاجر سير أخوي قلب على رزقك. يس أرض الله واسع، أرض المغرب أرض الله، والميريكان أرض الله، وفيما مشيتي أرض الله، فهمتيني؟ تمام غير هو اللي غيجي لهاد المغرب، يا ربي تسمح لي، اللي غيجي لهاد البلاد. حيت شوف عاوتاني كاين واحد الموضوع ما تيطرقوش ليه بزاف ديال الناس، هو في المغرب شي فاش كتكون كتعيش في واحد الهيئة بسيكولوجية اللي كتخليك تكون من النوع اللي انا ما كنعممش، عاوتاني كيكونوا الناس كيكونوا عندهم واحد لي زابيتود ديالهم، بغيت نقول بليا، ولكن لي زابيتود كاين اللي تيكمي، كاين اللي كيدير هادي، كاين اللي شوف باش توصل لهنا خصك تكون فحال السهم، خصك حتى شي حاجة ما تبعطر لك الطريق ديالك، خصك تكون منيش، فهمتي؟ تكون كتريني مرحبا، تكون كتاكل مزيان مرحبا، يكون دماغك نقي. هو هذاك الا جيتي لهاد البلاد ما تحاولش توسخ، حيت غتوسخ غتقال. خصك تجي، انا ما عرفتش عاشرت بزاف ديال الناس هنا اللي تيقول لك الميريكان از هوم، انا بالنسبه ليا واحد النهار باغي نرجع بحالي للمغرب دير علاش بالنسبه ليا انا. ولا كنتي باغي تجيب جدير؟ علاش؟ خاص يكون عندك اوبجيكتيف قدامك، ما مدوش نتريقلو مدو نلعبو ولا حكا غنقصرو اليوم غنمشيو نديرو الهالوين. شوف كنتي باغي تعيش هذاك الفليب الله يسهل عليك، اي واحد بغي يدير اي حاجه الله يسهل عليه، كان عندك اوبجيكتيف وستي ترو تو ات، فهمتي؟ نسولك واحد السؤال اخي حمزه، ما مرحبا. كتبقاش فيك الحال فاش كتشوف هجرات الادمغه، كتشوف الدراري تبارك الله اللي عندهم يتقال في المغرب، بحال دابا انت نعطيك مثال، تبارك الله عندك لغه ذكي خفيف، كنشوف ناس اخرين بحال دابا ذاك الشاب اللي كنشوفه كيبارطاجيو بزاف، واحد الدري صغير في بريطانيا عطاتو الجنسيه، كنشوف بحال المخترع عبد البادري في ميريكان، هذا اللي ترشح للرئاسه مثلا رئيس البوينغ، دابا مثلا هاد الناس اللي تبارك الله اباطره المهم كيصنعوا كيديروا شي حاجه للبلاد، كون كانوا في المغرب واش كنظن ان المغرب لربما كون كانت داخله في فيزا شينغن كون كانت يعني شي حاجه اللي ما احنا براسنا ما نخرجوش للغربه، كنقلبوا على فرص وعلى خدمه وعلى يعني كنظن اننا كون كنا كاملين تما وعطينا كاع داك الشيء تما، واش في نظرك غادي نهاجروا؟ Of course not. ما غاديش نهاجروا، ولكن at the same time شي انا ديما كانت كتراودني واحد الفكره ديال واحد النهار انا ما كرهتش ندير واحد لاشين وانا نبقى ندوي فيها ونعطي المعلومات اللي عندي. شوف انا غنجي من هاد النقطه هذه. اولا المغرب واحد، حنا غادي غير نقارن، الامريكان خدات الاستقلال ديالها من الحكم البريطاني في 1776، المغرب خدات الاستقلال ديالو في 56 او البارح، سو كيفاه المغرب فلاج ديالو بالمقارنة مع الميريكان؟ المغرب عنده 40 عام ولا 50 ولا 60 عام، الميريكان عنده 300 عام، الانجليز عنده بزاف ديال الاعوام، فهمتي؟ سو كي فيك راه في نفس الحالة ديال الا حطيتي شي بوكسور، حطيتي مايك تايزن في البرايم ديالو، دخلتيه مع شي واحد في على عياق، راه لا مجال للمقارنة. سو كي في المغرب فاش كنبداو ندويو عليه ديال كوكان المغرب فيه، واش هاد الناس غادي يخرجوا؟ اولا كاينين واحد الناس اللي ما تيقدوش يعيشوا في المغرب، هادو ما ندويوش عليهم، كاينين واحد الناس اللي مهيئين التركيبه ديالهم ما خصوش يبقى في المغرب، كتلقاه فيع وكتلقاه عنده واحد الفلي، كتلقاه عنده واحد الستيل ديالو الراس، فهمتيني؟ كتلقى خفيف ما كيتعايش مع داك الجو، كتلقاه عنده العقليه، كتلقاه عنده واحد الستيل ديالو، فهمتيني؟ كتلقى سكوتي انتروفير واحد شويه ما تيبغيش يدوي مع بنادم، كتلقى ما غاديش نقول لك كتلقى كيفاش. يا حمزه قاطعت عندك واحد ماشي المثال، مشكل، بحال دابا القرعه الامريكان راك عارف شحال كيهزوا في المغرب، واش عارف باللي كاين القرعه 5000 الامريكان كيهزوا واحد غير الناس اللي عندهم على الاقل الباك، ورا الاغلبيه عندهم لا ليسونس كذا باسبور. يعني وباسبور، ما عمرهم دوزوا الحبس، ما عمرهم ضربوا يديهم، ما عمرهم داروا لا دروغ، ما عمرهم داروا مشاكل، يعني تخيل معايا الدول كيهزوا بحال الامريكان كتجيب من المغرب غير الطب ديال الطلبه، الطلب ديال الناس، واوروبا كندا يعني راه الناس كاع اللي كيهاجروا قانونيا راه ديجا كانوا غيقدروا يعطيو واحد الحاجه للبلاد ديالنا، ولكن Of course. كل شيء زوين كيخرج من البلاد، وشكون اللي كيبقى غير اللي ما عندوش الباك، اللي ضارب يديه، اللي كيستغل كينصب، اللي ضرب الحبس، وكاين الناس اللي مسكين ما عطاشوش فرصه، واخا هكاك مازال زوين ولكن كيبقى مع هذوك الناس اللي ما دايرين شي حاجه في حياتهم، يعني كنبقى نشوف شي تنبقى نقول كل شيء كيهرب من المغرب غير اللي زوين اللي واصل، وكيبقى في المغرب غير داك الشيء اللي ما عمره غيقدم البلاد، Of course. ما كنجمعش كنقول، ولكن هذا هو
لا فيغيتي ديال الحقيقه اللي كنشوف انا، يعني كل كاع اللي كيمشي من المغرب مديبلومي قاري، عنده اللغه، عنده مهارات، كيمشيو شوف غير صوت الادمغه. هاد الدول اللي دايرين هاد لو سيستيم ديال الهجره، شتي شحال دابا الهجره ديال كندا راه من اوعر الهجرات الا بغينا احنا، ما غنقولوا صهيونيه بلا ما ندخلوا هاد الفكره ديال الحقه صهيونيه ماسونيه ولا شي تويشيش، شي كله ما تيكزيستيش. ولكن الشيء غير الا شفتي الا درنا البريك داون ديال الهجره الكنديه ولا لو سيستيم ديال البول ديالهم، كيفاش انت خصك تسكوري فيه النقاط، وواحد النقاط اللي هما اللي تيتهزوا، راه كنقول لك انا فاش طلعت في لو سيستيم كنديا، اولا طالع بثلاث سنين ديال الاكسبيريونس في الخدمه، ثانيا طالع بماستر، ثالثا طالع بجوج ديال الامتحانات ديال اللغه، طالع بالانجلي جي فيها 9 وطالع بالفرنسي جي فيها بي 2 وما عرفتش الاكسبريسيون اكريت هي الوحيده اللي ما كانتش عندي معاها في الفرنسي، بلوس طالع بلاج حيت في لونتر اكسبريس الماكسيموم ديال النقاط اللي كتاخذه هو ما بين 18 حتى 29 عام، كتاخذ عليه 110 نقاط، وسيليباتير في ديك الوقيته، سو كيفي الماكسيموم ديال النقاط اللي قدر يجيبها ان بروفيل عنده ان ماستر. كانت عندي الحل الوحيد باش نقدر نزيد نضاعف الحظوظ ديالي وتكون عندي الدكتور، عاد باش قدرت نتهز انايا في لو سيستيم كندي. دابا اش كدير كندا؟ كتنوض كتجرني انايا كتحيدني من بلادي، ياك كنمشي لكندا، كندا اش كدير؟ عندهم كنيديان اكسبيرينس، لما كانش عندك الاكسبيرينس ديال الخدمه في كندا ما كتدخلش تخدم، اش كدير في الاول؟ كتمشي كتخدم في ماكدو، كتخدم في شي لعيبه حاشا، واش كنحط من هاد الخدامي غير هو شنو كدير؟ كتخرج من واحد القونت اللي كانت تقدر تكون عندك فيه واحد لوبورتونيتي واحده اخرى، كتمشي لواحد القونت واحد اخر، كتعاود ديماري ازيرو، تقدر يحفالك فيها دماغك في هذيك الوقيته، كتقدر تولي ملزوم بواحد الضغوطات ديال الكار بيمنت الانشورنس الكراه هادي هذا، ما عمرو تيبقى عندك الوقت فين تزحق وتمشي تقرا ولا تزيد شي معلومه ولا تقلب على خدمه. هذه كانت طرات لي انا فاش كنت في نيويورك، كنت كنخدم بالليل، كنت كنضرب 12 14 ساعه حتى 16 ساعه ديال الخدمه كل ليله، الاوف ديالي كان عندي ثلاث ولا اربع، كنت كنخرج فهمتيني كاين اصحاب الليل، يعني ما كنتش كنبروغريسي انا كبنادم، سو كيفي واحد الوقت وانا نكيتي ونعلق في حالي، يعني بحال ما لقيتيش معامل. ما غتلقاش معامل فهمتي، ما ماشي وما غاديش تلقى معامل، وباش تزهق انك تمشي تقلب على اوبورتونيتي واحده اخرى يو كانت، حيت تبعك كرا، تبعك مصروف، تبعك ترونسبور، تبعك هادي، تبعك هذا، اون فوا تزابي تخرج تمشي تقلب على راسك في قنش واحد اخر، مشات لك الدرجه اللي كنتي عافط عليها ردخ ما انت طحتي فهمتي. هذا علاش كنقول لك انا اي واحد باغي يدير شي لعيبه يحط قدامه ورقه وستيلو، ادفانتجز ديس ادفانتجز على الوسط، ها هادي يكالكولي اي خطوه غيبغي يزيد فيها يحط فيها رجلي، هادي ضروري ومؤكد منها. ثاني غادي نعاود نرجع لهذاك الموضوع اللي كداوي لك عليه، اسمح لي حمزه واحد الكومنتير، اسمح لي واحد الكومنتير، عرفتي راه ساهله معايا، عرفتي فاش قلت انه كيمشيو غير صحاب الباك وداك الشيء، واحد خونا دق على واحد صاحبي هنا في ميريكا، المهم اسمح لي قطعتك، عيطت من القهوه على داك الكومنتير ولكن ما قدرتش اخويا كمل، اسمحوا لي اخوتي العزاز قطعت اخ حمزه. ماشي مشكل، دابا هذا اخويا حمزه ما عرفتش واش كنت متبع ستوريات مؤخرا، واحد صاحبي هنا في ميريكا كيلبس داك الشيء ديال الكوبرا والهودكا وداك الشيء، وداك الشيء علاش بقاو كيكومنتيو عليه ويذكروا شي حاجه وما قدرتش نقاوم، اسمح لي بزاف خويا من حقه، لكن كيعشق الكوبرا في المغرب وكان كيعشق الغربيه اللي كلها كحله في المغرب وجا الامريكان بغى يضربها خدم عليها، من حقه يضربها في رجليه، كله شنو كيكون عنده في دماغه، كاين اللي كيعشق بلاي ستيشن ولا اكس بوكس كدبر عليها، كاين اللي كيعشق كوبرا كيضربها، كاين اللي باغي سيرفي، الدراري اللي كيعشقوا الماتر تي ماكس هنا في الامريكان راه دايره 4.5 تاخذها فهمتي، تي ماكس ما باغي حتى واحد، ما كاينينش هنا في امريكان صراحه، لقيتهم انايا كنقول لك خصك تدخل على الاوكشن 4.5 تاخذ تي ماكس 2014 ماضي، ما عرفتش انا ما عندناش، كاينين حاجه وحده اللي كنت كندوي عليها قبيله بغيت نكملها، وهو صعيب نقولوا باللي ان المغرب ما كيعطيش ولا المغرب فيه الشفره ولا شوف اي بلاد فيها الشفره، غير هو المغرب واحد الدوله اللي باقا فيرج باقي جديد، الفلو باقي المغرب، واش انا غنعطيك واحد المعلومه عاوتاني تقدر تضر اي واحد في راسو اللي ما كانش كيعرفها، دونك الولايات المتحده الامريكيه تتكون من 50 ولايه، وحده من الولايات اللي كاينه في امريكا اللي حامضه سميتها لويزيانا،
ماشي شي حاجه ماشي بحال تكساس ماشي بحال كاليفورنيا فهمتي. نقولوا حنا واش عارف باللي جي دي بي اللي هو المدخول ديال المغرب ما بين الصادرات والواردات كيساوي جي دي بي ديال لويزيان. هادي لويزيان يس دخل قلب جي دي بي ديال المغرب دير 110 بليون دولار من اكفس الولايات في امريكا وقلاويات الاخرانيه. اللي بغيت نوريك انايا باللي ان المغرب في جيبو وما غارقش ياس. واش كاينين الناس اللي كيضربوا الغربال وفي الاخر ما كيهبطوا والو للناس اللي كاينين لتحت؟ هذا ماشي موضوعنا. ولكن المغرب في الجيب ديالو ضيقين واحد شويه فهمتي. ما الجيب ما غارقش. عاوتاني المغرب بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا المغرب اش فيه؟ المغرب مع كامل احترامي لكاع المدن فهمتيني كنا مغاربه، ولكن انا كندوي لك على الفلوس فين كدور. فلوس كدور في طنجه في كازا الرباط شويه مراكش مراكش واكادير يخطاهم توريزم مشى تمام. ولكن الفلوس ديال بصح كدور في كتدخل من طنجه ماشي كدور عن طنجه. فلوس ديال بصح كتدخل من طنجه كاينه في كازا وشويه في الرباط. الرباط كطلع لك تقابوها بحال مضروبه بالسراج فهمتيني. الرسام راسم ديك المدينه وكازا اخرى مساكن مهمشه اغلبيه ديالهم شي عشي 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 كيتقطع عليا القلب فاش نخرج من المغرب فاش نخرج من كازا. راه كتشوف الحقيقه المره ديك الساعه وكاينين شي قنات الله يشوف من حال دوك الناس وصافي. والله راه بزاف راه كنت مؤخرا في المغرب وشفت داك الشيء صافي. انا ما عمرني شفت لوتوروت صاحبي كيرعيو فيه الغنم والبقر صاحبي تا تما كيف والو لوتوروت والبقر تيقطع قدامي يا صاحبي وغادي انت ب 120 ل 140. شوف انا بالنسبه لي الناس اللي واكلين العصا ديال بصح في المغرب هما الناس اللي كاينين في الجبال الفوق عشي دوك الناس اللي كيكونوا معليهم ما بيهم كتكون عندهم الحياه بخير. تكدوز اوطوروت باق كتقطع لهم الفيلاج ديالهم هما تيوليو على اليمن وبقيه الفيلاج تيولي على اليسر تماما فهمتيني. شي عائله كتشد الاوطوروت ديال الا كنتي من كازا غادي لمراكش شي مره الدراري تمعنوا كتكون غادي في الاوطوروت فوسط والو كتبان لك واحد الدار راهيه وكتبان لك فيها واحد لوسين ديال الحياه. هذوك الناس كيفاش اصاحبي كيفاش كتوصل لهم لقمه العيش فهمتي؟ راه تيبقاو فين ولكن ولكن شوف المغرب ما فحالوش المغرب ما فحالوش لدرجه انه واش غادي ينوض غادي يبدا يعطي المواليه نو هادشي ما كاينش. دونك المغرب اش تيدير؟ المغرب تينوض تينفيستي في لا سيكوريتي ديال الدوله تنوضو تنديرو صفقات ديال السلاح مع الامريكان ومع روسيا ومع فرنسا كنشريو السلاح. علاش؟ باش نضمنوا الاستقرار ديال البلاد من العدو واللدود. انا ما كاين لا سميه لا والو بوليزاري اكس ياك. ثانيا خصنا نديرو البوليس. علاش؟ حيت خاصها تكون عندنا واحد الانفراستركتور تحت منا. خص يكون عندنا الواد الحار. خص يكون عندنا واحد النتورك ديال الضو. خص يكون عندنا الانترنت. وخص تكون عندنا لا سيكوريتي. بوركوا؟ باش يدخل الانفستيسور البراني يجي انفستي لك في المغرب. كتدخل بيجو تدخل رونو كتدخل سافران ديال الطيارات كتدخل كيدخلوا شناوا باش هما تيدخلوا وتيستافدوا من الموقع الاستراتيجي ديال المغرب وكيستافدوا من اليد العامله اللي رخيصه. وهذوك هما اللي تيخدموه. فاش تيخدموا هادو تيحركوا معاهم ايكونوميك. كاين واحد المفهوم واحد التيوري ايكونوميك تتقول الا مشيتي تخدمتي ثلاثه الناس ديريكتومون في ليكونومي اوتوماتيكمون تتولي مخدم تسعود اخرين انديريكتوم. حيت هادوك الثلاثه اللي تيقتاني كي واحد الصالير من عندك خاص هادوك الثلاثه اللي خداو الصالير خاصهم يفيقوا الصباح خاصهم يمشيو باتيسري مخدمين معاهم واحد خاصهم يشدوا طاكسي او واحد اخر طاكسي عنده اسيرونس او واحد اخر خاصو يدير المازوت او واحد اخر خدم فهمتي. دونك المغرب تي انفيستي فالانفيستيسور اللي تيجي. وعندنا عاوتاني واحد المجال ديال التوريزم اللي حتى هو تيرحب بالناس فاش يكونوا جايين عندنا البلاد. وفحال هكا باش غادي تنمى ديك الدوله. حيت هذيك الدوله الا جات تنوض غير تبقى تبيع في لي ريسورس اللي عندها بحال الفوسفات. الفوسفات اللي جينا نشوفو راه دايره 7 دراهم بزاف ديال الفوسفات فهمتي. راه شحال من واحد غادي يقول لك فلوس ديال الدوله فلوس ديال هادي ولا فلوس ديال هذا. راه ما تنساوش باللي ان لو شيفر دافير ديال رونو اللي كاينه في ملوسه حدا طنجه دي باسا لو شيفر دافير ديال الفوسفات. مع العلم ان الفوسفات كيعاك يجبدوه من الارض وتيبيعوه. ما كاينش اللي تيخدم ما كايناش اون ماتير بريمير ما كاينش. لاندستري ديال الحوت كامله اللي في المغرب راه
يلاه تتسوى واحد ما بين 2 حتى 8 مليار ديال الدولار، مع العلم ان الجي دي بي ديال المغرب ما بين الصادرات والواردات راه 110، يعني راه لا مجال للمقارنه ديال الجوج. تمام. فاش كيشوفوا الناس بعد خطرات الاثمنه تيطلعوا في الثمن بحال المطيشه ولا نيمبورتو كوا كاين في المغرب، ما تنساش انك راه كتنافس نفس هذاك السيد اللي باغي يشريها اللي على برا وباغي يجرها لك من البلاد، وهنا فين كتنوض الديوانه كتحمي لو برودوي دوميستيك وتتحمي حتى المستهلك الدوميستيك اللي عنده في البلاد. الديوانه راه تقوم بواحد الخدمه كبيره باش تحمي المواطن المغربي. تماما. عرفتي كنحاول اخي حمزه، حيتاش بغيت نسجل اللايف وما بغيتش نطوله، وبغيت نقطع هذا ونعاود واحد اخر باش الاخر ما يجيش كبير كثير على الناس اللي غيتفرجوا فيه. كتسمعني؟ كيفاش؟ قلت لك هذا اللايف هذا بغيت نسجله ونخليه عندي في الانستغرام، باش يعني الناس اللي غيدخلوا يتفرجوا ما غيشوفوهش طويل، يعني ما غاديش يجيهم طويل، باش نحبسوا حدا ديك البلاصه ديال القرايه ديال الخدمه هنا في امريكان، باش الناس يتفرجوا لتمايا. وبغيت نعاود لايف، داكشي علاش ما بغيتش نطول في هذا اللايف هذا. راه ما عرفتش شحال وصلنا انايا من نشوف الوقت، 112 دقيقه، 112 دقيقه. المهم خويا حمزه شكرا لك بزاف على هذه النصائح هذا خويا العزيز. انا راني خديت سكرين شوت على السميه ديالك، وضروري خاصنا نعاودوا شي لايف ان شاء الله اخر باش تعاود لنا على الخدمه. مرحبا والله مرحبا، الله يوفقك. شكرا لك بزاف، طولنا عليك انت يا والله. الله بغينا يوفقك. عاد ميتة الشميشة تبارك الله، وطاح الظلام دابا غربات، الوقت عندنا كيطير هنايا ما كيتيقوش. لا لا كيطير الوقت. الله يحفظك اخويا حمزه، شكرا لك بزاف والله، عرفتي استفدنا معك بزاف، وماشي من عادتي كنخلي الناس بزاف في اللايف لوكا، ولكن تبارك الله عندك ما تقول. شكرا لك بزاف اخويا حمزه، وانت معنا نيت في الانستغرام ان شاء الله. على راسي وعينيا، ومرحبا بكم كاملين. الله مرحبا يحفظك. باي واحد عنده شي معلومه، ما عندي حتى شي مشكل. الا جاوني شي ناس وبغوني نيت يعني ندير لايف ولا فهمتيني، مرحبا الله والف يحفظك. مليون مرحبا شكرا فهمتيني. لك، شكرا لك اخويا حمزه والله. وصبر الا جاوك شي اسئله يعني صبر معاهم وصافي. طبيعة الحال شوف، بالنسبه لي انا المعلومه تقليد خصك تحيدها لك تماما، فهمتيني، ما الله وصلتك انت المعلومه الا وباش تعاود تبارطاجيها. كانت غتفيد بنادم خصك تعطيها ليه، ما كانتش تماما، غادي تفيد بنادم اسكت وخليها عندك. هذاك الشيء اللي كاين. شكرا لك بزاف اخويا حمزه، وتحياتي ليك، وتهلا لي في راسك. طيب تهلا لي فراسك، الله وكل يحفظك. وشرب وتبكي على امك. تبكي على امه ديما اخويا حمزه، العز بك. الله يحفظك اخويا تهلا لي وصافي، فراسك، الله يحفظك. شكرا. تهلا لي في راسك، الله يحفظك. نعم. واش الحباب، شكرا الاخ حمزه. انا في اخباركم راه الكومنتيرات حبسوا لي، ما بقيتش كنشوفهم من قبيلات، فما بغيتش بغيت نخلي هذا اللايف غنخليه اونجيستري. انا غادي نقطعو دابا ونخليه عندي في الانستغرام، وغنحاول نعاود لايف دابا. سو انا غادي نطلق دابا لايف واحد الساعه اخرى ان شاء الله، نحاولوا نطلعوا للناس، حيت كاين بزاف اللي تما مصيفط ليا، واقيلا بغى يعاود التجارب ديالهم ولا قصص ديالهم بالنجاح كيف العاده. غنحاول نعاود دابا لايف باش ما نطولش هذا، باش نخلي الناس اللي ما تفرجوش ولا لا نتوما بغيتو تعاودوا، حيت الاغلبيه فيكم تيبغي يعاود اللايف، وهاد اللايف فيه جوج الناس تبارك الله عليهم طلعوا عاونونا، دريد كندا والاخ حمزه. فاللايف غادي يكون مهم بزاف، وغنخليه لواحد السيمانه ولا ما عرفتش على شحال، على حساب تيستافدوا الناس. وانا غنعاود دابا لايف، يلا ولي رجعوا معايا اللايف دابا واحد شوي، دابا مور انا نقطع نطلع دابا لايف، يلا.